مساء الخير على الجميع، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا بكم معنا في لقائنا اليوم ضمن سلسلة لقاءاتنا اللي بدأناها وإن شاء الله مستمرة. في البداية يعني أشكر الجميع على حرصهم وحماسهم ومشاركتهم الفعالة سواء أثناء اللقاءات ويعني تواصلهم بعد اللقاءات، صراحة يعطيكم العافية. اليوم لقاءنا جدا مميز وجدا شيق ويرتبط كثير يمكن بشعورنا في الفترة الحالية، الضغط، هل هو صديقنا ولا عدونا؟ كيف نقدر نختار إذا كان صديق وإذا كان عدو؟ كيف نقدر نعرف أول؟ حنتناول الموضوع بطريقة مختلفة من عدة أبعاد، من عدة زوايا، من جوانب مختلفة، من جانب الصحة النفسية، العلاقات وبيئاتنا في العمل، وأخيراً من منظور منهج الرقمي. بيقدم اللقاء معنا اليوم أستاذ مهند ماجد، مدرب ومستشار معتمد بتقييم بيركمان، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة ماسترز ليجاسي، وكيل الحصري لبيركمان في الشرق الأوسط. دكتور سامي السقا، خبير القيادة الاستراتيجية والتخطيط التربوي، مطور برامج مهارات النخبة لرعاية الموهوبين، استشاري التربية الخاصة والتأهيل السلوكي، استشاري التدريب التدريب والتطوير للمنظمات، ومستشار معتمد بتقييم بيركمان. أستاذ محمد الزبيدي، مستشار في السلوك والعلاقات، مدرب معتمد في التطوير البشري والمؤسسي والجودة، كوتش في مهارات الحياة في المهارات الحياتية والعملية، ومستشار ومدرب بتقييم بيركمان. أستاذة رنا طيبة، شريك مؤسس لشركة يونويا للاستشارات والكوتشينج، مستشار ومدرب معتمد بمنهج بيركمان، ممارس معتمد لبرنامج الذكاء العاطفي، مدرب للبرامج الوطنية وإعداد المرأة القيادية. زي ما تعودتوا معنا لقاءاتنا تفاعلية، نحب نسمع منكم، نحب مشاركاتكم ومداخلاتكم، ممكن تسألوا مداخلاتكم وأسئلتكم عبر الشات، وراح نفتح المجال للمداخلات الصوتية، اللي حابب يشارك معنا صوتيا يرفع اليد ونفتح له المايك. الأهم انتظروا معنا لنهاية اللقاء لأنه راح يكون عندنا مفاجأة، أتوقع أغلب الحضور يعني تعودوا عليها بالنسبة للناس الجدد، فإحنا عندنا مفاجأة في كل لقاء راح نعلن عنها في نهاية اللقاء. إن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا. أستاذ مهند تفضل. عليكم العافية، كل عام أنتم طيبين، الله يتقبل مننا ومنكم العشرة الأواخر. أنا اليوم مشحون طاقياً في وجودي بين ثلاثة من العمالقة في مجال الاستشارات الأسرية والكوتشينج والطب النفسي، دكتور سامي، مستشار محمد سبيدي، أختي أستاذة رنا. زي ما تكلمنا على وقالت هيفا على اللقاءات، واللقاءات مستمرة إن شاء الله حتى لو عقب العيد، عندنا كمان يوم الخميس إن شاء الله برنامج ثاني يوم الخميس، وحيكون آخر برنامج لنا قبل إجازة العيد، وإن شاء الله توصلكم كمان البروشور كلكم على اليوم مباشر عليها، هتكون آخر حلقة قبل العيد. موضوع هذا شاغل بالي من أول، موضوع الضغط والضغط وتعريفه والأشياء اللي نتعرض عليها ومدى وعينا بالضغط وتعريف الضغط، وقعدنا وتفاكرنا كلنا الأربعة في الضغط، هل هو صديق ولا عدو؟ وأنا أذكر إضافة محمد، أنت من يختار، فأنت شو اللي تختاره؟ تبغي صديق كيفك، تبغي عدو كيفك، أنت حر، ما حد يضرب يده على أحد يعني، it's your call. ولكن خلينا ناخذ بمجمل هليكوبتر فيو، علو، كلنا نتعرض على ضغوط، كل إنسان في حياته تحديات على المستوى الشخصي على المستوى العملي. في بعض الناس تنظر للتحديات بأنه فرصة، إنه يشحن طاقته، إنه يتغلب عليها، إنه تقوي. وفي بعض الناس قد يتأثر، وفي النهاية we're a flesh and body، يعني أنت إنسان تتعرض لكل الأشياء. الهاجس حقي، خليني أقول لي بس طاقية كل الناس، أحاول قدر الإمكان في الفترة اللي طافت هاي مع الأشياء اللي صارت الآن وفرضت على الكل، العالم كله فرض عليه شيء. ممكن إحنا تكلمنا على الوعي، تكلمنا على الاهتمامات، تكلمنا على تقارب وتباعد وعملية تواصل بيننا وبين بعض، تكلمنا وايد على أشياء كثيرة وأعطيناها حقها في الأربع حلقات اللي طافت وما زلنا. لو ننتقل للشريحة اللي بعد شيء، هيفا if you can just move the slides ahead. الناس تقول ضغط، والبعض يقول توتر،
وراح دكتور سامي في أنا وايد كل شيء على الطاولة يعني. دكتور سامي قال أنه أول ما شفت الضغط قلت بحكم أنه he's American doctor طبيب نفسي أنه والله ضغط الدم و blood pressure. وبعدين قعدنا نتكلم ودخلت رنا شوي ودخل محمد ويقول حتكلم وحتداخل وتوتر. تعريف الضغط كثير يعني، كل واحد فينا ممكن يتعرض على ضغط وممكن يتعرض على أشياء كثيرة، وقد يكون هو خوف وردت فعلنا للأشياء مختلفة من إنسان إلى إنسان، من ابنك من أخوك. وأنا أذكر مقولة روجر بيركمان إنه كل إنسان مميز، كل إنسان مختلف، every human is gifted and unique. فكل الناس ردات فعلها للأشياء اللي تحصل حوالينا مختلفة تماماً. الضغط هذا أو التوتر أو شو ما كان تسميته من الناحية الطبية ومن الناحية النفسية ومن ناحية العلاقات الأسرية أو شو ما كانت التسمية، قد يسبب خوف، قد يسبب قلق، قد يسبب توتر، قد يسبب حزن، قد يسبب ندم، قد يسبب ألم، قد يسبب أشياء كثيرة جداً. ولكن هي في النهاية تعتمد، خليني أرجع على الإطار اللي إحنا حطيناه، إنه أنت من تختار شو اللي حابب أنت تختاره. قد نتعرض لأشياء كثيرة، وفي الغالب الضغط إحنا نعتبره شيء صحي، لأنه هي الحياة، فيها تحديات، فيها إيجابيات، فيها سلبيات، وكيف تنظر لها، ما هي ردات فعلك لهالأشياء اللي قاعدة تحصل، على التوتر اللي يصير حوالينك، على المستوى الأسري، على المستوى العملي، على المستوى النفسي، على المستوى البدني، على المستوى الصحي، على كافة المستويات. خلينا نسقطها بس على الوضع اللي صاير الحين ويانا على الكوفيد 19، الحظر اللي صار، هاي وايد أشياء اختلفت، طرق العمل اختلفت، عملية تواصلنا مع أهلنا اختلفت، way of communication صارت مختلفة، أدائنا للأشياء صارت مختلفة. في بعض الناس اللي أسوي لهم كوتشينج وايد يتكلمون إنه البيولوجيكال أور اختلفت عندهم، النوم صار فيه مشكلة، الأكل صار فيه مشكلة، المواعيد صار فيه مشكلة، التايم صار فيه مشكلة. في بعض الناس يشوف إنه اليوم ما يخلص، وفي بعض الناس يشوف إنه اليوم صار just 24 ساعة، يتمنوا إنه يكون 48 ساعة. فهي ردات فعل مختلفة، ولكن الشاهد خلينا نقول نرجع برضو ل دكتور روجر بيركمان من 1951، واشتغل على شيء وايد مهم، على احتياجات البني آدم. كل واحد مننا عنده احتياجات مختلفة، وفي تعريفه إنه إذا الاحتياجات هذه لم تلبى للشخص، سواء كان من أفراد أسرته، من أفراد زملائه في العمل، من بيئة عمله، من بيئة أسرته، راح يستوي عنده ضغوطات، والضغوطات تختلف سواء كانت عملية، مالية، صحية، أشياء زي كذي. ننتقل للسلايدز اللي بعد شيء. هاي فايف يو جست كان جو ثرو. اوكي، تعريف بسيط على الضغط، بس لو ترجع للسلايدز زي ما هو موجود عندكم، انه ردة فعل طبيعي ينتج عن عدم توازن في متطلبات او مطالب لمواقف ما، وقدرة كل واحد فينا على الاستجابة لهالمواقف. يمكن تعريف لفظي، ولكن أنا أقول ما هي ردة فعلك للأشياء اللي تحصل حوالينك، سواء كانت تواصل من شخص، سواء كان شيء في العمل أو توتر في العمل أو ضغط في العمل أو تحدي أو مشكلة تختلف من شخص إلى آخر. قد تسبب توتر، قد تسبب حماس، قد تسبب motivations، أشياء تختلف من إنسان لإنسان. ولذلك حبينا نعطي الموضوع حقه من جميع النواحي. وأخي الدكتور سامي في السلايدز اللي بعد شيء أبغى يبحر معانا في موضوع الضغط والصحة النفسية، وإن شاء الله الموضوع يكون شيق للكل على كافة الأصعدة. دكتور سامي، يعطيك العافية. الله يجزاك، حياكم الله، كل عام وانتم بخير، ومبارك عليكم العشر، وإن شاء الله الله يتقبل منكم تحرى الليل إن شاء الله، ليلة القدر الله يكتبها لنا إن شاء الله، ويكتب لها لكم في الخير، ويجعلها الاجتماع إن شاء الله من الاجتماعات المرحومة. ويا دكتور، أنت قبل الويبنر في مكالمة معايا قلت ليش اخترتوها اليوم، يعني اليوم ليلة 27، فقلت ليلة 27 جميل إنه إحنا يكون عندنا وعي بالضغوط اللي حلينا، ونحاول في خلال الساعتين هاي مع الناس نشحن طاقة الناس صحيا، نفسيا، علاقات من العلاقات الأسرية نشحنهم، حتى على مستوى العمل داخلين على إجازة ويا مستشار محمد، وبالتالي حنكون مهيئين في إنه إحنا إن شاء الله نأدي صلاة قيام رائعة بطاقة عالية جدا. يعطيك العافية. بما شئت الله، الله يعطيك العافية. وهذا يمكن يكون مدخل رائع جدا للموضوع اللي هو في الأساس كيف نتعامل مع المدخلات.
الاختلاف ليس في المدخلات، المدخلات واحدة عند كل البشر. يدخل عندي خبر هو نفس الخبر دخل عندك ودخل عند الثاني دخل عند الثالث، يدخل عندي موضوع معين موقف معين يكون عند الجميع بنفس الدرجة وبنفس الوصول، ولكن تختلف درجات التعامل مع هذا الموضوع بأشكال مختلفة وبدرجات مختلفة، وحسب كل شخص وحسب قناعته وحسب استعداده النفسي واستعداده العضوي واستعداده الأخلاقي حتى السلوكي ردود أفعاله تجاه هذا الموقف. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ من حيث انتهيت مسألة التعريف الضغط. التعريفات الفلسفية قد لا تهم كثير من الناس. سلايد. التعريفات النفسية، مسألة الضغط النفسي هل هو حالة نفسية هل هو حالة عصبية، في الغالب معظم التعريفات اختلفت في مسألة أنه هو حالة عصبية أو نفسية تنعكس في ردود الفعل الجسمية والسلوكية الناشئة عن، ركز على كلمة الخوف من التهديد الذي يدركه الفرد عندما يتعرض للمواقف أو الأحداث. إيش يعني هذا الكلام؟ طبعاً أكثر كلامنا في الويبنارز والوركشوب نحاول نتجنب التعريفات الفلسفية اللي هي قد تقودنا إلى متاهة كيف يرى كل شخص الموضوع من وجهة نظر مختلفة، من معايير مختلفة، من أداءات مختلفة، من ردود أفعال مختلفة وهكذا دوالي. لكن هنركز اليوم على مسألة أن هناك صعوبة معينة أو خوف من تهديد معين قد يتطلبه من الجميع بدون استثناء التعامل مع هذا الموقف أو التعامل مع هذا الضغط الخارجي، لأن هذا الموقف في الغالب هو يأتي خارجي. هناك ضغوطات داخلية هنتكلم إن شاء الله عنها بالتفصيل، وهتكلم عنها الأخوة والأخوات بتفصيل أكبر في العمل، في الدراسة، في تربية الأطفال، في العلاقات الإنسانية، في علاقات العمل، حتى في الأخبار العالمية وحتى في الأوضاع اللي يعني بنمارسها بشكل يومي في متابعة أخبار العالم. سلايد. في سؤال، ما أدري ندخل على السؤال أستاذة هيفا؟ نعم. بشكل سريع ندخل على السؤال الآن بشكل سريع. إذا في مجال نجاوب على هذا السؤال، كلنا إحنا مختلفين، العدد تقريبا في حدود 500 شخص الآن، إحنا موجودين مناطق مختلفة، ثقافات مختلفة، مفاهيم مختلفة، مدخلات مختلفة، لكن الهاجس الأكبر اللي شاغل العالم اليوم هو مسألة كورونا، مستجدات كورونا، ماذا بشأن كورونا، ماذا بشأن الاحتياطات الأمنية والصحية والوقائية، ماذا بشأن العلاج، ماذا بشأن الوفيات، ماذا بشأن التعافي، ماذا بشأن، ماذا بشأن. لو سألت نفسك أو سألتي نفسك، أنا أتابع المستجدات بشأن كورونا، كلنا نتابع مستجدات كورونا على جميع الأصعدة، كلنا بدون استثناء نتابع هذه المستجدات، هل نتابعها بالتفصيل لجميع دول العالم؟ أبغى أعرف إيش قاعد يصير في الصين، إيش قاعد يصير في أمريكا، في إيطاليا، في فرنسا، في ألمانيا، هل التغيرات اللي قاعدة تحصل في العالم تأثر علي وأنا مهتم فيها لدرجة أني أنا ممكن أدخل على الإحصاء الدولي بشكل يومي وعندي عدة مواقع أتابعها عشان أشوف وش اللي قاعد يحصل فيها وش المستجدات في منظمة الصحة العالمية وغيرها وغيرها وغيرها، وبالتالي قاعد أحاول أعرف إذا كان ظهر فاكسين، ظهر علاج، ظهر كذا، هل خلال الأشهر، خلال أيام، هل الكويت فكت الحجر، هل الإمارات خفضت الحجر، هل البحرين شددت، هل أسئلة كثيرة تدور في دماغ أشخاص معينين يهتمون بتفاصيل في كل دقائقها حول العالم. هناك آخرين قد يهتمون فقط ببعض التفاصيل المحلية. التفاصيل المحلية يعني يقصد فيها أنه أنا مهتم والله في الوضع في المملكة العربية السعودية. الوضع في المملكة العربية السعودية في 5 أرقام أساسية اللي هي مسألة الحالات المكتشفة، حالات التعافي، حالات نشطة، حالات الله يبعد عنا وإياكم الشر، حالات الوفاة، والحالات اللي بيسموها الحالات الحرجة. هذه 5 أرقام على المستوى، يا سلام عليكم.
على المستوى الثالث نجد أن هناك مجموعة من الأشخاص مهتمين بالأرقام العامة المحلية، يعني فقط يهتم في الإحصائيات الجديد والتعافي مثلا، ما هو مهتم لا في الوفيات ولا مهتم في الحالات الحرجة ولا مهتم في الأرقام البسيطة اللي هي ممكن أنها تؤثر أو قد لا تؤثر، وهي في الغالب لا تؤثر على حياتنا الأبدية. هناك شريحة رابعة تقرأ ما يصدف عرضه أمامها، وهي الشريحة الأضخم في مجموعتنا اليوم، وهي الشريحة الصحية، الشريحة المتفاعلة مع الأرقام العامة. يعني اليوم جاء خبر أهلا وسهلا، ما جاء خبر، لأنه أخواني وأخواتي هنلاحظ مسألة جدا خطيرة، أن هناك في المجتمع أشخاص ماخذين الوضع extreme to extreme. بعض الأشخاص مهتمين لدرجة أنهم لابسين كمامات في البيت ويتعاملون مع العائلة على أنهم على ما قالوا حالات محتملة أو إصابات محتملة، وما يخرجون من البيت، وحتى بعد ما فكوا الحظر ما يطلعون ولا يطلب الأشياء. أنا شفت بعيني بعض الأشخاص يمسك أكياس الشوبينج أو الماركتينج أو إذا طلب شيء عن طريق الأونلاين يبخ على الكرتون من جميع اتجاهاته، ينتظر عليه 10 دقائق أو ربع ساعة، بعدين يشقشقه وهو لابس كلافزات، وبعدين يكب الكلافزات، وبعدين يأخذ الأشياء اللي هي في داخله وأيضا يجري عليها نفس العملية. هذا حالة من التهويل اللي ما لها داعي. بالمقابل وجدت أشخاص غير مهتمين تماماً، ويمكن لاحظتوا الأرقام في مسألة المخالفات الحظر اللي هي كان معظمها في مدينة الرياض، أعداد أيضاً ليست بسيطة، 2000 شخص تقريباً غير مهتمين، غير لا مبالين، يتفاعلون مع الموضوع وكأنه شيء غير، يعني شيء هلامي ما هو موجود أو كأنه غير موجود فعلا. لا هذه ولا تلك، لا المسألة أنه والله المسألة تخوف لدرجة التهويل ولدرجة أن احنا ما نقدر نعيش وأن الحياة خلاص وقفت وكورونا عطلت الكرة الأرضية، ولا هي الجهة الأخرى اللي هي مسألة أنه بالعكس هذه كذبة عالمية وقاعدين يكذبون علينا شركات الأدوية، واصبروا شوي الحين حياة لأنه كذا، وحيقولوا أنه والله حصلنا على الباكسين عشان يبيعوا وعشان يسووا كذا وعشان يسووا. الشريحة الأخيرة، نرجع للنتائج لو تكرمتي أخت هيفا. عندنا 42% أكثر شيء اللي هم عرضي، بس البقية كلها نسب متساوية. بالضبط، ممتاز جدا. وهذا يمكن هذا يقودنا للشريحة التالية قبل مصادرنا، حنرجع لها للمصادر، هيقودنا للشريحة التالية اللي هي المنحنى المعياري. جميل جدا، المنحنى المعياري، الأرقام موزعة على هذا المنحنى المعياري بشكل طبيعي. إحنا البشر وضعنا كل سلوكياتنا كل تعني كل 100% سلوكياتنا تتوزع ما بيننا على هذا المنحنى المعياري. ففي فينا مجموعة غير فعالين تماما، نجده في الجانب الأخضر تحت في آخر الجانب الأخضر في بداية الضغط، لا يؤثر عليهم أي شيء يحدث في العالم كائنا ما كان هذا الحدث. تصل إلى درجة أنه ممكن يبلغ بخبر وفاة أو ممكن يبلغ بخبر سيء جدا ويكمل عشاء وبعدين يقول بعدين نشوف التفاصيل. عادي. عادي موجودين. أيضا بعدهم يجي اللي هو الشريحة المسترخية، اللي هم طيب كنا في نقاش قبل شوي عن شخص أعرفه في المدينة المنورة، فبقى أقول له ولدي إنه فلان آدمي يصيب بالكورونا وتوفى الله رحمة الله عليه. فبكل بساطة قال لي الله يرحمه وكمل طريقه وكان شيء لم يكن، ما عنده أي مشكلة، لأنه هو بالنسبة له غير مؤثر أو ما في هذيك العلاقة، ولا ما هالخبر هذا ما سبب له ضغط ولا سبب له اهتمام، ما كان مهتم فيه ولا سبب له خوف، يعني ما سبب له قلق ولا توتر في what's next إيش يعني. أوكي، وبعدين توفى رحمة الله عليه، قال رحمة الله عليه عظم الله أجرك ومشى. في الطبيعي اللي هي الشريحتين اللي هي الثالثة والرابعة، هذول الأشخاص الطبيعيين اللي هم الأشخاص اللي متفاعلين مع الأخبار إن وجدت،
متفاعلين مع الأخبار إن وجدت، ويبحثوا عن الأخبار إن العامة، الأرقام بإحصائياتها العامة وليست تفصيلية. يعني أشخاص يمسك الإحصائية يقول لك كم في الرياض، طيب كم في مكة، طيب كم في حائل، طيب كم في إيش يهمك أنت حائل ولا الجوب، أنت عايش في الرياض خلاص خليك في أرقام الرياض. على سبيل المثال لو افترضنا أنه أنت مهتم يعني مرة تفصيليا في هذا المساء، لكن في بعض الأشخاص يأخذ الخبر ويريد لنفسه على ما قالوا يعني يا من شرى له من حلاله علة، يريد لنفسه أن يشتري القلق، يريد أن يشتري التوتر بحشر نفسه أو بشحن نفسه بمعلومات إضافية هو في غنى عنها، قد لا تستوجب أصلا الاهتمام وقد لا تؤثر لا من قريب ولا من بعيد، ولكنه يريد أن يهتم بهذه التفاصيل بطريقة يوجد لنفسه القلق والفزع والغضب، وبالتالي يؤثر على مشاعره على صحته على أمور كثيرة هنتكلم عنها بعد شوي. الغالب العام في المجتمع هو الوضع المتوازن ما بين المتفاعل إلى المرهق من هذه المعلومات. المتوازن هو حالة من التفاعل الطبيعي مع المعلومات مع المدخلات. ما نرجع للسلايد اللي وراء أخت هيفاء اللي هي مصادر الضغط النفسي، لما نقول أن الضغط هو عبارة عن مصدر واستجابة، إذا تكلمنا عن مصدر واستجابة فالأشخاص المتفاعلين مع مصادر الضغوطات باستجابة متوازنة هادئة تتناسب بين قوسين وعشر خطوط حمراء تحتها، تتناسب مع حجم هذا الضغط. إذا في المنحنى المعياري كل الأشخاص على المنحنى المعياري من الأخضر للأحمر يأتيهم الضغط نفسه نفس الضغط، ولكن هم يختلفون في استجابتهم لهذا الضغط. نفس الخبر نفس الموضوع نفس الخصم نفس يعني إذا وضعت الأشخاص أو وزعتهم على المنحنى المعياري ستجد أن نفس الضغط يختلف من شخص إلى آخر فقط في الاستجابة. وبذلك إذا كان المصدر واحد وأضفنا عليه كم الاستجابة عالية سنجد أن الضغط يرتفع بشكل مخيف، يصل إلى حالة من الهلع، يصل إلى حالة من التوتر والقلق والخوف الشديد اللي هو نقدر نسميه هنا في هذه الحالة خوف المرضي، واللي هو الخوف المسيطر. الخوف هو المسيطر على السلوك وليس العكس، وليس السلوك هو المسيطر على الخوف. وإذا نزلنا بالاستجابة إلى اللامبالاة، المصدر واحد، إذا نزلنا بالاستجابة إلى اللامبالاة وإذا وصلت اللامبالاة أو الاستجابة إلى الصفر سنجد أن الضغط يختفي تماما. وبالتالي هذا خطأ وهذا خطأ. يعني إذا تكلمنا عن اللامبالاة فهي خطأ جسيم، لأنه قد تؤثر هناك مصادر معلومات أحداث تفاعلية حاصلة معنا بشكل يومي وفي حياتنا الاجتماعية وسلوكيات حياتنا اليومية، إذا أهملناها إلى حد اللامبالاة وصلنا إلى حالة من عدم التفاعل التي في الغالب قد تؤدي بنا إلى الخروج من سياق هذا المنظومة، نخرج من سياق المنظومة الطبيعية للبشر أن نحن نكون فاعلين ومتفاعلين. وإذا شددنا في الاستجابة وأعطيناها أكبر من حجمها ووصلناها إلى حالة من الهلع، وصلنا إلى ضغوط لم ولن نستطيع أن نسيطر عليها. في هذه الشريحة دكتور، هذه تقودني للشريحة اللي فيها أنه قد تنتج بعض الأمراض أو تنتج بعض الأشياء بعض الناس استجابتهم، صحيح؟ ننتقل لها مباشرة الآن. طيب. يعني احنا قلنا في توتر صحي يخفف الضغط وفي توتر مرضي يزيد الضغط. يعني الاستجابة هنا هي فكرة التحكم في الاستجابة هو تحكم في الضغط، لأن المصدر واحد، الخبر صحيح. فلان مات، خلاص فلان مات انتهى، صحيح. هذه حصلت، انحرق البيت، الشاحن انكسر، بلاش الشاحن، الجوال انكسر عشان نخلي الموضوع كبير شوية. الجوال انكسر، طيب الجوال أقعد ألطم ولا ولا أسيبه في الأرض وأمشي؟ لا هذه ولا تلك.
نعم. لا حقد أبكي عليه ولا حقد أصيح ويا الله وش اللي صار وش ذا النكد وش ذا النحس وش، وفي نفس الوقت ما حسيب وأمشي، أمسك وأشوف الأضرار وأتعامل معها بقدرها. انشرخت الشاشة، انكسر الحامي، الحافظ، تغير اللون، صار فيه مشكلة، لها حل. التفاعل هنا يحول أو يعطينا الفرق ما بين الضغط الصحي والضغط المرضي. إذا كان تفاعلنا، استجابتنا صحية، تحولت كل ضغوطاتنا إلى ضغوطات صحية. إذا كانت استجاباتنا متوازنة تتناسب بشكل حقيقي متوازن مع العرض أو مع المدخلات أو سميها ما شئت، نستطيع أن نصل أن تحفز النفسية وتحفز وتغير السلوك إلى أن تصل إلى حالة من الإبداع. وقد تجد كثير من الحلول في المشاكل، في المصائب. دائما يقولوا هناك من يصنع من المنحة محنة، أو وهناك من يصنع من المحنة منحة. صحيح. هذه المسألة تختلف بالاستجابة. صحيح. إذا كان الضغط مرضي فهذا يثبط العزيمة ويعرقل مسار الحياة ويؤكد حالة دائما أركز على أنه إحنا يجب أن لا نصل إلى حالة الهلع، وأحط تحتها أيضا خطوط حمراء. حالة الهلع أو الخوف المرضي اللي قد يوصلنا إلى هي في النتيجة في الحالتين حسير زي أم العروسة، فاضية مشغولة، عندي مليون حاجة وفي النهاية ما حسوي ولا حاجة. صحيح. أي. صحيح. يا إما أنه أنا مهتم بكل التفاصيل وبالتالي ما هقوم بأي شيء، يا إما أنه أنا مهم بكل التفاصيل وبالتالي ما هسوي أي شيء. على الحالتين أنا ما هسوي أي شيء، فهنا التفاعل هيكون صفر في الإكستريم والإكستريم المعاكس. صحيح. نجي على الشريحة اللي تفضلت تكلمت عليها، مسألة تأثير الضغط والتوتر علينا. تأثيره تأثير مباشر يعني فيه، يعني كيف تكب الموية على الجمر وتقول لك طش. نفس الشيء، بمجرد ما بدأت حالة القلق، بمجرد ما بدأت حالة التوتر، بدأ تفكيرك يتشتت. بدأ الخوف يعطيك بدائل، تباديل وتوافيق غير منطقية. بدأت تخرج من إطار التركيز، بدأ تفكيرك يخرج من إطار التوازن إلى حالة من اللا توازن، ويصل فيه إلى حالة من التشتت. وفي ناس طبيعتها حارة، اللي هم اللي عندهم ADHD أو ADD، طبيعتهم حارة، طبيعتهم متفائلين بزيادة، وبالتالي إذا جاهم هذا الضغط أو جاهم هذا التوتر وتفاعلوا معه بالطريقة اللي يفترض أنه ما يتفاعلوا معها فيها، أدى ذلك إلى زيادة الطين بلة بشكل مباشر، ما يحتاج اثنين يفكروا فيها. أي شخص يجيله الموضوع إذا أهمله أو إذا أعطاه أكثر من حقه، على الحالتين هيصاب بحالة من التشتت، لأنه ما حيركز في الموضوع بحجمه الطبيعي، ولن يعطيه حقه في التفكير بداية. اثنين، ننتقل مباشرة إلى مسألة الإصابات والحوادث. يعني في قبل كم يوم، ما أدري، صار في الرياض كذا حملة على تغيير عدادات الكهرباء، بيغيروا عدادات الكهرباء اللي في المجمعات، في البيوت، في العماير. فأحد الأخوان الزملاء الله يجزاه خير، بمجرد ما انقطعت الكهرباء، رجل في غرفة النوم والرجل الثاني كانت عند العداد، نزل مباشرة يبغى يشوف ايش اللي حصل، بدون تفكير، بدون ما رجع خطوة لورا، بدون ما يعرف، بدون اي شيء. طبعا هذا ادى بكل بساطة، وهو عنده باب البيت تزحلق وانكسرت رجله. ليه؟ لانه مو مركز، لانه اعطى الموضوع اكبر من حجمه. انقطعت الكهرباء، طيب انقطعت الكهرباء، ارجع البس ثيابي، اشوف ايش اللي حاصل، هل هو من داخل البيت، هل هو من وسط البيت، هل هو من خارج البيت. هو على طول شك انه في احد قاعد يلعب في العداد ولا احد برا. وهذا يقودنا دكتور للاستجابه، صح؟ يعني احنا لما طرحنا الموضوع في الاول، موضوع استجابه الشخص المعادله اللي احنا تكلمنا عليها، ويقودنا للسؤال الاول، انت من تختار؟ يعني في ناس ترد لهذا الشيء، في ناس ترد لهذا الشيء. يعني كان بالضبط. فمساله الاستجابه هنا، اذا اعطيتها اكثر من حقها، هتدخل في مساله اصابات وحوادث انت في غنى عنها. صحيح. انت ما فكرت فيها.
تغيرات المزاج يعني حدث ولا حرج يعني. بالضبط. يعني ما في داعي أصلا نخوض فيها، لأن الأوضاع صحيح. الأخبار، الضغوطات، زاد الطين وغطى. يعني تسمع الخبر، هي الخبر هو خبر واحد، تسمع في أخبار ستة وفي أخبار سبعة وفي أخبار ثمانية، وتسمع وتقرأ على الشريط وتقرأ في الموجز، ويرسلوا لك هو رسالة وSMS، وفي النوتيفيكيشن يطلع لك في الهنا ويمين ويسار، فتشعر أن الخبر هذا أخبار وليس خبر واحد. صحيح دكتور. تشعر أي، فبالتالي يؤثر بشكل مباشر على حالتك المزاجية. يعني حادث قد ويحصل من حوادث كثير، حادث في مكان ما، حادث قطار، حادث طائرة، حادث حريق، كائن ما كان، إذا تكرر عليك أكثر من مرة وسمعته أكثر من مرة تشعر أن الدنيا مولعة، كأن الدنيا صحيح دكتور. وهذه نقطة كمان دكتور، يعني أسمعك دكتور، وهذه نقطة يعني اليوم إحنا يمكن هذا الموضوع من الناحية الطبية والنفسية يعني محتاج حلقة كاملة على إنه إيش ممكن يأثر على 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 جسد الإنسان وعلى الأمراض اللي ممكن تصاب بعض الناس اللي يكون عندهم بلد بريشر عالي، دايبتيك، ممكن صدمة، ممكن تسبب لك صدمة سكري زي ما أنت قلت استجابتك لشخص معين. صحيح صحيح صحيح، 100%. طبعا هذه الامور نفسيه. نيجي على الامور العضويه، التاثير النفسي بشكل اكثر اسرع من مباشر. التاثير النفسي اسرع من مباشر. التاثير العضوي قد يكون تراكمي، وفي حالات زي ما تفضلت الصدمات قد تصل الى حالات الهبوط. صحيح. هبوط في السكر، هبوط في المناعة، هبوط في القلب، هبوط في الضغط، هبوط في نقطة أخيرة بس حاب أركز عليها هنا، هي استجابتنا للتوتر من ناحية زيادة الوزن. زيادة الوزن الآن طبعا كله مركز على أنه إحنا في رمضان هذا أو في رمضانات سابقة كثيرة، يعني بدل ما الواحد في رمضان ينقص وزنه قاعد يزيد وزنه، فإحنا الحلويات والسمبوسة والسوالف يعني. إيه؟ بالضبط. هي ما هي كذا ابدا. هي الموضوع ببساطه انه احنا في رمضان نكسل، فبالتالي ما بنحرق. صحيح. بكل بساطه، فبالتالي الحجر هذا زادنا كسل. يعني لو في وجدنا من الاشخاص، انا واحد من الناس اللي نزل وزني، انا عندي خلال فتره الحجر نشاط فكري وقاعد اشغال على كتب وشغال على امور معينه، فبتاخذ من جهد وبتاخذ من وقت وبتاخذ، فمهما اكلت بالمقابل انا قاعد احرق. صحيح. في حالات نفسيه معينه يهرب المتوتر او القلق الى انه هو يبغى يغير الموضوع، فيدخل المطبخ يبغى. صحيح. يغير موضوع اي، فيدخل المطبخ ويجي يقول لك اخر الشهر ليش زاد وزني. لا، انت اتخذت قرار بانه انت تزيد وزنك، بحيث انه انت قاعد تزيد المدخلات والحرق صفر. أحسن. او يكاد يكون يصل الى حاله من يعني ما ودي اطول عليكم في الموضوع، وهو زي ما تفضلت متشعب وطويل ووايد اشياء، وانا يعني هذه الاشياء اللي يعني احنا حبينا بس نحط هايلايت على ايش الاشياء اللي ممكن فعلا كضغط وتوتر انه ممكن يؤدي الى اشياء سلوكيه، قد يؤدي الى اشياء صحيه. والصحيه كثير من الناس حتى بفروقات الاعمار نجد انه الناس مصابه بالسكر، مصابه بالضغط، مصابه، مع انه في النهايه يعني الكونكلوجن انه احنا كلنا كبشر في العالم وليس فقط في السعوديه، في كل انحاء العالم تعرضنا الى الحظر هذا وللفيروس هذا والكل، ولكن ردات الفعل ارجع واعزز كلامك انه الاستجابه حقت الانسان ومدى يختار. وهذا يقودنا كمان ممكن في الشريحة الثانية دكتور إلى مدى تأثيراتها إلى العمل. الضغوطات والتوتر هذه وين تودينا في العمل وقاعدة تسوي مع الاختلاف اللي قاعد يصير. وأعتقد أنه كمان مستشار محمد هني راح يبحر معانا حتى في بيئات العمل، أنه مدى الضغط والتوتر في بيئة العمل. محمد يعطيك العافية دكتور سامي، وإنت معانا الله يعافيك، في أسئلة مرة كثيرة. نعم. في الجانب حقك، يعطيك العافية. نقطة أخيرة بس أنا أرجع للنقطة نفسها بس أركز عليها. مسألة الاستجابة، تحكم في الاستجابة تتحكم في الضغط، نقطة على القلم. يا سلام عليك، شكرا يا دكتور، يعطيك العافية. مرحبا حياك الله. الله يسلمك.
مرحبا مهند، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير جميعا. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله. سالوتيو. طيب. أهلا وسهلا. الله يحفظك. طيب أنا عشان أتكلم في الضغوط في العمل أحتاج أني بس أطر أو أتفق مع الأخوان والأخوات على بعض المفاهيم الأساسية، وهي جزء منها صياغة لما ذكره الدكتور الله يحفظه إنها بطريقتي يعني. فخليني أبدأ بمفهوم الضغط عشان أعكسه على بيئة العمل. أنا أنظر للضغط وأعرف الضغط من جانبين، الجانب الأول اللي هي الضغوطات الحياتية، والجانب الثاني اللي هي الضغوطات النفسية. الضغوطات الحياتية، لقد خلقنا الإنسان في كبد، كلنا عنده مدخلات يعني ابتلاءات. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذه الابتلاءات دائمة على مدار الساعة إلى قيام الساعة، وكلما زاد يعني قرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى زادت ابتلاءاته. الضغط النفسي، التعريف اللي ذكره الدكتور سامي كان وافي وكافي، أبغى أشارككم بتعريفه بشكل مختلف. اسمه الضغط النفسي، يعني الضغط يكون على النفس. النفس إحنا في علم التطوير الذات نسميه العقل الباطن أو حاجة بالمفهوم هذا. الآن أبغى الكل يتخيل إنه في داخله نفس. هذه النفس لما تتعرض إلى ضغوط وين تروح؟ وين تروح؟ أو إيش تسوي؟ أو إيش تقدر تسوي الآن هذه النفس؟ الآن عندما يتعرض أي شخص فينا إلى ضغوط خارجية، الضغوط الخارجية ممكن يعني نسميها مصادر أو أسباب، وهذه كثيرة جدا، ممكن تكون في العمل زي ما حتكلم عنها شوية، أو في البيت أو في الشارع أو في كل مكان. إنما مولد الضغط، في فرق أنا في تفكيري ما بين مصدر الضغط وما بين مولد الضغط، يعني ما هو الشيء الوحيد الذي يولد الضغط النفسي؟ هذا السؤال اللي أطرحه الآن. الحقيقة في بحث عملته تقريبا 7 سنوات على الموضوع هذا، وجدت حقيقة عجيبة جدا أحب أشارككم فيها. وقبل ما أشارككم فيها أبغى أسأل سؤال وحجاوبه، بس أبغى السؤال هذا للكل. إيش الفرق بين الأحاسيس والمشاعر؟ sensation and feelings. أوكي. الأحاسيس أنا في وجهة نظري ببساطة هي ما نستقبله بالحواس الخمسة، يعني هل الماء حار أو بارد أنا أحس، هل الجو حارد أو حار أو بارد أنا أحس. فالأحاسيس الخمسة استخدام البصر والسمع والذوق والشم والآخر. أما المشاعر فهي ما يصدرها القلب أو الجهاز العصبي بعد عملية التفكير للبالغين. بالنسبة للأطفال ما في تفكير، إنما بالنسبة للبالغين بعد عملية التفكير. إذن الآن لو فكرنا فيها، عندنا 4 حالات ممكن الإنسان يعيش فيها عشان يعرف الضغط النفسي فين يجي. الحالة الأولى أنه تكون الأحداث اللي يعيشها الإنسان في العمل أو حتى خارج العمل تكون الأحداث إيجابية وتفكير الإنسان إيجابي، فبالتالي شعوره إيجابي. أو إذا كانت الأحداث إيجابية والتفكير سلبي، هنا تكون المشاعر سلبية. أو إذا كان الحدث سلبي والتفكير إيجابي، هنا تكون المشاعر إيجابية. إذا كان الحدث سلبي والتفكير سلبي، تكون المشاعر سلبية. إذن لو لاحظنا في 4 الحالات عندنا 2 حالتين يكون فيها المشاعر سلبية، وهي الحالتين التي يفكر فيها العقل بشكل سلبي. واضح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حال المؤمن كله خير إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر. يعني إذا كانت الظروف الخارجية صعبة، يعني الأحداث سلبية، وحال المؤمن فيها إيجابي دائما تكون مشاعر إيجابية، إذن الذي يولد الضغط الوحيد عندنا هو العقل. طيب الآن صار حدث سلبي وأنا فكرت بشكل سلبي، الضغط صار على النفس. اللي يضغط النفس هو التفكير. إذا انضغطت النفس، النفس الله جبلها على حيل دفاعية، والحيل الدفاعية تدافع فيها تجاه التفكير وتجاه الآخرين، تجاه الأحداث. إحنا كلنا نعرف لما واحد يصير تحت ضغط، يعني ضغط نفسي، فينا اللي ينطوي يعني يبعد عن الناس، فينا اللي يسب، فينا اللي يضرب، فينا يعني هذا مع الآخرين مع الحياة. لكن ردة الفعل من العقل الباطن غريبة وعجيبة جدا. هذه الحيل الدفاعية التلقائية الإلهية يعني مزروعة في العقل، تعطي 4 أنواع من ردود الفعل من العقل الباطن تجاه الإنسان نفسه. أولها الأعضاء مثل ما ذكر الدكتور سامي، تصيب الإنسان بالأمراض. يعني منظمة الصحة العالمية تقول 90% من الأمراض العضوية منشأها نفسي. هذه مقولة المنظمة. إنما لو واحد سأل ليش، ببساطة جدا
الأعضاء الداخلية بما فيها كرات الدم البيضاء والأمعاء والمعدة وكل الأعضاء الداخلية تحت الضغط النفسي عند خلل في العمل. يعني على سبيل المثال كرات الدم البيضاء يضعف عملها فينكشف الإنسان لما يكون إنسان في وضعه الطبيعي الأجهزة تعمل بشكل يعني بشكل قوي. إذن أول أعراض الأمراض العضوية. ثاني نوع من الأعراض اللي هي الأعراض الذهنية. الأعراض الذهنية معظمنا يشتكي منها على سبيل المثال النسيان والتشتت. هذه حيل دفاعية من العقل الباطن يستخدمها حتى الإنسان يفكر يخفف التفكير فيشتت العقل والتركيز فبالتالي يخف الضغط. النوع الثالث من الأعراض اللي هي الأعراض السلوكية وهذه كثيرة. على سبيل المثال تنتيف الشعر عند السيدات أو تنتيف الشنب عند الرجال أو هز الرجل أو قضمة الأظافر إلى آخره. هذه كلها أعراض سلوكية تدل على أنه وجود ضغط نفسي. آخر عرض من الأعراض اللي هي الأعراض النفسية وهنا مفتوحة وهذه السلايد اللي حتكلم عنها في الأعراض النفسية مراحل التطور. إذا الإنسان تعرض إلى ابتلاءات وكانت تفكير يعني مو إيجابي هنا الإنسان يمر في المرحلة الأولى والكلام هذا ماشي على الكل كل البشر يمر بنفس الطريقة. أول مرحلة يمر فيها الإنسان وهي اعتلال المزاج. اعتلال المزاج هذا أمر عادي كلنا نمارسه. إيش الاعتلال المزاج؟ يعني عصبية، خوف، قلق، جلدات، تأنيب ضمير، قلق، توتر إلى آخره. يعني صار موقف عصبت شوية راح الموقف يومين ثلاثة ما في مشكلة. إنما المشكلة فين تكمن؟ إذا استمر الابتلاء واستمر الإنسان ممارسة في اعتلال المزاج أي إن كان نوع اعتلال المزاج إذا عدى فترة من الزمن فيها كلام كثير 3 أسابيع أو 6 أسابيع أو غيرها للأسف تصبح عادة. يعني ممكن ينكشف البلاء وتظل عند الإنسان عادة. إذا ظل عند الإنسان هذه العادة ننتقل إلى المرحلة الثانية لعدم الاستقرار. تلاقي الإنسان في مرحلة عدم الاستقرار أي شغلة بسيطة تخليه طول النهار هو في وضع غير طبيعي. تلاقي يفكر بشكل سلبي، يتنبأ بشكل سلبي، يتألم، يشتكي لأنه تشكلت عنده العادة. إحنا يا البشر بدون مبالغة نظام عادات، تفكيرنا عادات، مشاعرنا عادات، أفعالنا عادات، أقوالنا عادات، فهنا تشكلت العادة. إذا تشكلت العادة يتعرض الإنسان لابتلاءات أو لمشاكل للأسف ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي حالات. إيش الحالات؟ هنا في عندنا حالات كثيرة ممكن تصير من ضمنها الإحباط، من ضمنها عدم التلذذ. الإحباط إيش الفرق بين عدم التلذذ والإحباط؟ عدم التلذذ الإنسان عايش يبدو للناس عادي، يروح العمل، يقعد في البيت مع أهله، يروح الأصدقاء، ولكن لا يشعر بأي متعة في الحياة. إنما هذه المرحلة يكون عند الإنسان أمل بالتشافي. إذا استمر الضغط النفسي ما عرف يتعامل معه ينتقل من مرحلة عدم التلذذ إلى مرحلة الإحباط، وهذه مرحلة خطيرة ما فيها تلذذ مع فقدان الأمل. في هالمراحل المشكلة في هالمراحل إنها تلقائيا مع الابتلاءات وعدم هذه تمشي بشكل سريع. مهند عندك مداخلة؟ لا مو عندي مداخلة، بس أنا حابب إنه نصب أكثر في موضوع العمل لأنه بالتايم إحنا already we spend one hour. أنا أعرف لأنه تأخرنا ربع ساعة في الدخول فما نبغى نطيل على الناس، نبغى نسقطها على العمل بشكل أفضل خليني أقول أمثلة واقعية من الشيء اللي تكلمنا فيه على أساس إنه ندخل في عمق الموضوع. دكتور مهند هذه الحالات تشكل شخصيات الآن، تصبح شخصية وسواسة، شخصية شكاكة أو شخصية محبطة تنعكس في العمل. أنا قاعد أجهز عشان ندخل على العمل حتى باستقبال الأحداث الحالية. جميل. طيب بعد هذه الأشكال عند الإنسان تتشكل الشخصية، طبيعة الأعراض اللي نتعرض لها في العمل، في عندي نوعين من أنواع الضغوط نتعرض لها في العمل اللي هي متدنية أو حادة. إيش الفرق بين المتدنية والحادة؟ المتدنية قليلة إلى قليلة جدا، أما عفوا هذه المتدنية. أما الضغوط الحادة عادة تكون عالية، يعني مثلا في العمل عندي مدير دائما يعاملني بشدة أو دقيق معايا جدا، هو ما صدمني لكن يعني متكرر، هذا متدني. أما الحاد مثلا حالة فصل زي الفترة هذه الآن في كورونا، فترة كورونا كثير من الشركات لجأت إلى عملية فصل الموظفين أو تقليل الرواتب أو هذه كلها مصادر ضغط. الآن الضغوط الحادة من صفاتها أنها تسبب صدمات، إنما الضغوط المتدنية لا تسبب صدمات، إنما ميزتها أنها مستمرة. لكن الضغوط الحادة منقطعة، يعني إذا واحد انفصل من عمله ينفصل مرة واحدة، لكن المتدنية مستمرة. الحقيقة في التجارب اللي مرت علينا كنا دائما نسأل أيهما أخطر، هل
هل القليل الدائم من الضغوط البسيطة هذه اليومية اللي تتكرر أخطر على الإنسان في العمل، أو الحادة مثل الفصل أو يعني تنزيل راتب أو شيء زي كذا؟ الحقيقة على الصحة وجدنا أنه الضغوط المتدنية هي أخطر على الإنسان، وهي اللي تسبب الأمراض وتسبب الحالات النفسية. لأنه تأخذ وقت طويل، يعني تأخذ وقت طويل مع الشخص. المهند المتدنية والأخوان ما تصدم، ما فيها صدمة، يعني زميلي في العمل راح تكلم علي أو سمعت كلام، هي ما صدمتني لكن أثرت علي. قانون العقل، قانون تراكم، تأخذ وقت طويل، قانون تراكم، الحادة بتحصل one time and that's it. هذا المقصد يعني بالضبط، تتراكم وتترسخ. وهل هذا الشيء محمد، هل هذا الشيء بس أنا يقودني لسؤال بس يعني يمكن يفتح لك شوية أبواب، يقودني لسؤال في الوضع اللي صاير الآن with the pandemic, the COVID-19, the virus, the... حتى موضوع العمل تغير، صحيح ولا لا؟ نعم نعم، تغير الأشياء فيه، صحيح. أيوة مهند، هذه الآن إحنا في كورونا، وحتى قبل كورونا في ضغوطات بالنسبة لأغلبنا الآن متدنية، يعني أوكي أدوني جبروني إني أخذ إجازة بدون راتب، هذا ما في صدمة. مع الضغوط المالية، مع الضغوط الأسرية، مع العمل من البيت، في ناس أنا بيكلموني إنه حكاية إنه يشتغل في البيت هذه مسويت له ضغط. ليش؟ أول حاجة مو متعود، ثاني حاجة الاتصالات كثيرة، يعني مديره في العمل خلاص أنت تقول له قاعد في البيت أنا كل شوي حتصل فيه أو يتصل من غير ما يستأذن أصلاً. مهند المشكلة التراكمية هذه في السلايد اللي قبل شوية شرحته، الإنسان لو ما انتبه نفسه ينتقل من اعتلال المزاج إلى عدم استقرار المزاج إلى الحالات النفسية اللي حتى يعني علاجها بعدين يصبح صعب. الدكتور سامي يعني ممكن أوكي طيب. الآن اللي أبغى الناس ينتبهوا له إنه ترى التنقل بين هذه المراحل يعتمد اعتماد كلي مثل ما قلنا على العقل، على العقل، العقل اللي هو التفكير. التفكير يولد السلوك، السلوك اللاواعي، لأنه الضغط النفسي لاواعي، فالتفكير يولد السلوك، السلوك عبر الزمن يولد العادات، العادات تشكل الشخصية. الشخصية هنا في أنماط الشخصية عندي نوعين من أنماط الشخصية كإكستريمز، يعني في ناس استجابتهم مثل ما قال الدكتور سامي الله يعطيه العافية، استجابتهم للضغط عالية، وفي ناس استجابتهم للضغط منخفضة. إيش يعني هذا الكلام؟ طبعاً الآن أتكلم على شخصية يعني استقبال تلقائي، هذه الشخصيتين يعني أنا خلنا نقول هذه الشخصية وهذه الشخصية، معظمنا في النص، يعني الصفات اللي حقولها الآن هتلاقي عندك بعضها. فأي صفة تسبب لك ضغط نفسي لازم ترجع يعني تفكر في شخصيتك وتغير النمط الشخصية نفسه بحيث انك تشكل عادة جديدة. الشخصيتين هذا من مصدر احد الكتب علم النفس، يقول في شخصيتين سماها شخصية ألف وشخصية باء. شخصية ألف يعني يتعامل مع الوقت بحازم شد، يعني الوقت له قيمة عالية جدا، فبالتالي تلاقيه مستعجل دائما، بينما شخصية باء ليس في عجلة من أمره. نفس التقسيم اللي سواه الدكتور سامي، شخصية ألف يمشي بسرعة، حياته بسرعة، يأكل بسرعة، الصبر ما في. شخصية باء متأني على مهله، في لغة علم البرمجة يسموهم in time و through time. شخصية ألف منافس للآخرين، منافس للزمن، منافس للحياة. شخصية باء لا، منافس للكمال على مهله، يعني ينافس نفسه. شخصية ألف دائما يعني تلاقي قلقان بحكاية الوقت، ليه؟ لأنه يرى الأحداث أمامه في عقله فيتنقل بين الأحداث. شخصية لا بقى يشوفها مثل التسلسل كذا. فالشاهد الآن هذه الشخصيات الحقيقة متطرفة، يعني كلا الشخصيتين، ألف اللي هو الشخصية العالية لاستقباله يسوي ضغط لنفسه للآخرين، شخصية بارد ما عنده يعني ضغط لنفسه لكن أسلوبه في التعامل قد يسبب شخص ضغط للآخرين. وهنا أبغى أنتقل من هذه السلايد إلى سلايد أخرى تعطينا فكرة عن أنواع التحكم الشخصي. هل إحنا يعني أنت وأنا إيش نوع تحكمك في الاستجابة للضغوط؟ عشان أتكلم على الجزئية هذه، استجابتك للضغوط ممكن تكون خارجية، ممكن تكون استجابة داخلية. بمعنى صحيح. بمعنى الناس اللي استجابتهم خارجية بدون مبالغة كأنه لا يملك خيار في الاستجابة للضغط، يعني إذا كان يعني الحدث الخارجي سلبي تلاقيه يستجيب استجابة سلبية داخلية، ما أتكلم عن الخارج. وإذا كان الحدث أما الاستجابة داخلية تلاقي هو اللي يقرر، يعني هنا صار في خيار إنه إذا في حدث سلبي أنا ردة فعلي أنا اللي أتحكم فيها بقرار مسبق على تشكيل عادة. كثير من الناس على سبيل المثال في العمل، أنا أتذكر في العمل كان عندي صديق الله يمسيه بالخير، كان يجيني المكتب وبعدين يقوم يروح ياخذ جوله، وكان يمر على الموظفين، هذه احد مصادر الضغط في العمل، انه من الناس اللي يعني ينشر الطاقه السلبيه في العمل. كان عنده قدره هالرجل انه يمر على الزملاء يستفزهم،
بدون مبالغة يستفزهم إذا انضغطوا نفسيا بأي موضوع في العمل وخارج أو يعني موضوع يخص العمل أو لا يخص العمل. إذا انضغطوا نفسيا يقوم يهديهم بطريقة معينة كأنه عنده ريموت كنترول يستطيع أن يتحكم في الآخرين. مشكلة بعض الناس حقيقي إنه تلاقي الريموت كنترول موزع على الكل، والريموت كنترول هذا تلاقيه مصنعه في اليابان أصلي يعني طقة واحدة يستجيب للضغط. بعض الناس لا، ريموت كنترول حقه خلينا نقول مصنعه في الصين لازم تحاول معه أكثر من مرة عشان يستجيب. بعضهم مو معطي أي ريموت كنترول لأي شخص. هذه مصادر الضغط. بالنسبة للعمل في حياتنا العملية في الفترة هذه أو في الفترة الماضية قبل كورونا، في عندنا 4 مصادر للضغوط. أولها اللي هو التنظيم، الأقصد في التنظيم اللي هو نظام الشركة، في الحوافز، في التعيينات، في يعني الفترة الحالية مثلا كثير من الشركات مثل ما ذكرت يعني طلعت إشاعات إنه في ناس حتفصل، في ناس حيوقفوا الانتدابات حقها أو البدلات حقها، في ناس حيشتغلوا من البيت، في ناس حيقعدوا في البيت بدون شغل، ساعات الدوام بعد الدوام، هذه كلها الآن التنظيمية صارت فجأة. حتى شركات، معظم الشركات ما كانت مستعدة. هذا الآن مصدر دخل للموظف، أنا جالس في يعني في البيت ماني عارف المستقبل، هل حنفصل، هل حيشيلوا بدلاتي، أسمع أخبار، أو بعضنا فعلا جاله خبر بالاستغناء عن خدماته، وبعضنا جاله خبر بأنه يشيل مثلا يعني يخصموا عنه مثلا البدلات حقته. فأي تنظيم له علاقة بالإتش آر أو بالحقوق أو أو بالإجراءات أو بالسياسات هذه تنظيمية. ايضا من المصادر الضغوطات اللي هي البيئيه، وكلمه بيئه انا اقصد فيها الزمان والمكان، وهنا ساعات العمل. يعني قبل كان عندك ساعات عمل محدده، اليوم في كثير من الناس انا اصدقائي يكلموني يقول ما عندنا ساعات عمل محدده في البيت، يقول بدون مبالغه الساعه 2 في الليل يجيني ايميل لازم ارد عليه. امس كنت اكلم واحد من عيال عمي يقول والله عندي شغل من الساعه 11 يمكن الساعه 6 الصباح قاعد يشتغل على تقرير. فكرة المكان انك تنقل، في ناس كثير ترى عندهم مقاومة انه يعني متعود او يعني في مخه او في ثقافة انه يشتغل في العمل في المكتب، لما نقل للبيت هنا صارت له نوع من يعني نوع من الاضطراب، مو متكيف معها فسوت له ضغط. فأي شيء له علاقة بالزمان او بالمكان ممكن يكون مصدر للضغط. بالنسبة للتعامل وللشخصية، هذه في محور افقي وضعتها، التعامل هو كيف يتعامل معايا مديري وزملائي وأصدقائي في العمل. هل 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 يتعاملوا معي بما أتوقع منهم أنا؟ هل الأشياء اللي أتوقعها يعطوني هي ولا ما يعطوني هي؟ أنا متوقع أشياء، وهنا الحقيقة الإنسان إذا ما أدار توقعاته بالشكل الصحيح يسقط على الآخرين. لكن إذا توقعاته صحيحة هنا التعامل، يعني حتى لو كان مو بطريقة توقعاتي بس أنا عامل حسابه هنا ما يكون في ضغط، لكن إذا ماني عامل حسابه يكون في ضغط. آخر نقطة بتكلم عنها اللي هي الشخصية. موضوع الشخصية الحقيقة بلخصها في كلمة واحدة اللي هو الاتيتيود حق الشخص. شخصيتك هي مجموعة عاداتك، الاتيتيود هو الشخصية زائد الأهداف. إذا كان الاتيتيود حقك جيد وأهدافك واضحة، كل اللي قاعد يصير معك حيكون بالنسبة لك إيجابي. الله سبحانه وتعالى يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه الآية عجيبة جدا، كلنا نتعرض للعسر وفي كل عسر يسرين. السؤال اللي أطرحه الآن، كيف أستطيع أن أرى العسر داخل اليسر؟ يعتمد اعتماد كلي على شخصيتك. إذا كان شخصيتك إيجابية، إنسان مؤمن بقضاء الله وقدره، عندك الاستقبال البرسيبشن صحيح، تستطيع بإذن الله أنك أنت مثل ما قال الدكتور سامي تحول الضعف إلى قوة. النظر للأمور أهم من الأمور نفسها، النظر للأمور يصنع من الضعف قوة، النظر للأمور إذا كان سلبي يصنع من القوة ضعف. فهنا يتمركز أو يعني اعتماد كلي على نظرتك للأمور، تشكيل شخصيتك. أي إنسان يشعر بضغط نفسي معناته في شيء قاعد يفكر فيه شيء غلط. أنا دائما أقول إذا شعرت بمشاعر سلبية يجب أن تعلم أن عقلك اللاواعي قاعد يتحرك في اتجاه تفكير سلبي. لا تلوم الحدث لأنك لن تستطيع أن تغير كل الأحداث. إذا استطعت تعامل مع الموقف، إذا لم تستطيع غير التفكير تتغير الشخصية، تأخذ فيها وقت بإذن الله تعالى تكون قادر على إدارتها. شكرا مهند. محمد، أنا دائما ما أقول لك محمد، أقول لك محمد صح؟ عليها 3 شدات. إيه دائما جي أقول محمد كيف حالك؟ محمد يعني أثريتنا يعطيك العافية أنت ودكتور سامي، وأنت تحدثت عن شيء مرة مهم. وأنا أعزز على كلامك وأخذ من حيث انتهيت أنت وأمد شي يدي لأختر رنا. الشخصية وايد مهمة لأنه في النهاية لها ارتباط. ذكر في الإطار الأول أنت من تختار، ذكر هي عملية الاستجابة، مدى استجابتك للأشياء اللي تحصل من حوالينك. أنت كشخصية
شخصيتك تعزز أشياء مرة كثيرة، ووعيك أنت بسلوكياتك باحتياجاتك وتصرفاتك بالأشياء اللي حوالينك، it's a self-awareness for yourself، وهذه قد تؤثر بشكل أو كبير على العلاقات. وإحنا شايفين في الوضع اللي صار الحين، صارت 24 ساعة الكل في وجه بعض زي ما أنا وجهي في وجهكم الآن، وهذا يودينا إلى مدى تأثير الضغط والتوتر في العلاقات يعني. وخلينا نسمع أختنا رنا كمان تثرينا في هذا الجانب. تفضلي رنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، صوتي واضح؟ واضح جدا. طيب ممتاز، كل عام وانتم بخير. هذه طبعا كل عام وانتم بخير حقة العيد، لأنه خلاص فاضل 3 دقائق والعيد إن شاء الله بإذن الله، ورب إن شاء الله يكرمنا في هذا اليوم الفضيل إنه يكون بعون الله لنا أجر آمين والعلم بإذن الله في هذه الساعات. أنا اليوم حابة أشارك معكم مجموعة من المفاهيم عن العلاقات، وحأبني في كثير من كلامي على الطرح اللي قدموه زملائي قبل كده فيما يخص الإعداد النفسي، فيما يخص البنية النفسية، فيما يخص موضوع متى إحنا نكون في منطقة نفسية هشة وفي منطقة من المناعة النفسية الجيدة والقابلة إنها تتفاعل مع الأحداث هذه اللي إحنا بنمر فيها. إحنا كلكم عارفين إنه إحنا في الفترة هذه بنمر بأحداث مثيرة جدا، هي مرحلة مثيرة فعلا بما تعنيه الكلمة، يعني اللي فاته كورونا ما راح يلحق على ولا شيء بعد كده له نفس الأهمية، يعني اللي ما عاش لحظات كورونا والأحوال اللي إحنا بنمر فيها اليوم ما راح يلاقي شيء يحكي بعد كده لأولاده، لأنها فعلا لحظات في غاية الإثارة. ليش؟ لأنه اللي حصل إنه إحنا كل الشهور والأسابيع والأيام اللي فاتت كنا بنجري بنجري بنجري، وفجأة انقطع النور. لما انطفى النور لقينا نفسنا إنه في ناس وقفت، وفي ناس ثانية طاحت، وفي ناس انصدمت، وفي ناس حطت إيدها على كتف اللي جنبها وقدرت إنها تكمل وقدرت إنها تمشي خطوات أكثر لقدام. إيش معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده إنه إحنا كل البشر في كل العالم في كل الكون متفرد مختلف، كل أحد فينا هو بصمة مختلفة عن الثاني بكل ما يملكه من مقومات ومن إعداد نفسي ومن بنية نفسية وكل ما يجعل كل أحد فينا غير الثاني فعلا. لكن أيضا إحنا بالرغم من اختلافاتنا الشاسعة إحنا في عندنا أرضيات مشتركة بنلتقي فيها وبننطلق فيها في بعض الأحوال، فنجد نفسنا نشبه بعضنا في أمور معينة، ونجد نفسنا إنه نلتقي ونتشابه مع آخرين في أتيتيود معين، في أفكار معينة، في ردات فعل معينة. وهذا اللي حياخدنا للموديل اللي أنا حابة أتكلم عليه اليوم معاكم، وهو نموذج التكاملي في العلاقات. اليوم ردات الفعل زي ما من شوية ضربت قصة النور اللي انطفى، ردات فعلنا لكل أحداث الكون ما هي زي بعض، هي مختلفة. وردة الفعل هذه ما كانت وليدة لحظة، يعني أنا مو فجأة تفاجأت إني أنا منهارة، لا، أنا طول السنين اللي فاتت كنت بعد نفسي لإني أنا أنهار. أنا فعلاً مشيت رحلة طويلة في حياتي ما جهزت نفسي التجهيز الكافي إني يوم ما أنا أمر بموقف صعب أحاول إني أنا أجد الحل وأطلع من دائرة المشكلة إلى دائرة الحل. إحنا كل حياتنا عبارة عن دائرتين، يا إما دائرة مشاكل أو تحديات أو دائرة حلول. مننا من بيختار إنه يكون دائماً في دائرة المشكلة، ومننا من بيختار إنه يكون في دائرة الحل. خلونا نشوف النموذج هذا اللي قدامنا عشان نقدر نعرف أكثر إحنا إيش المنطلقات اللي إحنا بنجد نفسنا ساعات موجودين فيها. حناخد كل واحد من هذه الأركان الأربعة وحنناقشه من 4 أبعاد. حنناقشه من الاتيتيود، الاتجاه اللي بيكون عند الإنسان وهو منطلق في هذه الزاوية، وحنناقشه من المشاعر، وحنناقشه من زاوية السلوك، وحنشوف النتيجة المترتبة على الثلاث أشياء هذه اللي هي موجودة في كل ركن من هذه الأركان. النموذج زي ما أنتم شايفين هو عبارة عن شكل هندسي دايموند أو معين في 4 زوايا. الزاوية اللي على اليسار اللي هي أول وحدة اللي هي زاوية الديفندنسي، الزاوية هذه هي زاوية النموذج الاعتمادي. وخلونا ننتبه إنه الثلاث زوايا اللي على اليمين وعلى اليسار واللي تحت في المثلث ماخذ اللون الأحمر، ودحين أنا حأشرح هي ليه ماخذ اللون الأحمر. الجزء اللي على اليسار اللي هو النموذج الاعتمادي، لو نروح ليها هيفا لو سمحت في الشريحة اللي بعدها، النموذج الاعتمادي هذا بيقول إني أنا شايف
إنه كل حاجة بمر فيها في حياتي من مشاعر، من مشاكل، من ظروف، هي في الحقيقة سببها الآخرين. ليه ما عندك وظيفة؟ لأنه الشركات ما بتوظف، ولأنه أنا حظي تعبان، ولأنه الشركات بطلت تعطي فرص. ليه تأخرت في موعدك؟ الشارع زحمة، والسيارات عطلتني، والناس أصبحت ما هي ملتزمة. فهو لما يكون بيشتغل أو بننطلق، لما ننطلق من منطقة الاعتمادية أو منطقة الاتكالية، إحنا عندنا قناعة إن كل حاجة بتصير لي مفتاحها عند الناس، مفتاحها في السيتويشن، كما تفضل الدكتور محمد من شوية وقال إنه ساعات إحنا بنسلم مفاتيحنا لإدارة خارجية. فهنا أنا بقول you serve me، أنا هنا بعتقد إنه أنت مسؤول إنك توفر لي كل احتياجاتي في الحياة. طيب إيش المشاعر تتوقعوا اللي بتكون في هذه الزاوية لما أنا أنطلق منها؟ المشاعر اللي بتكون هنا هي مشاعر تبرير. دائما الشخص في هذه المنطقة، والله أنا ما قدرت، الظروف ما سمحت، أبويا كان صعب معايا في تربيته، زوجي ما قدر يعطيني احتياجاتي، فدائما أنا في منطقة هي منطقة تبرير. دائما أيضا أنا في منطقة من يواثق فيها أبدا، لا بنفسي لأني أنا أصلا ما قاعد أحاول، ولا واثق أيضا في علاقاتي. فهنا تخيلوا لما العلاقة تنبني وتنطلق من هذه الزاوية، أنا هنا قاعد أقول أنت اللي حتوفر لي كل شيء في حياتي، أنا ماني مساهم معك، ما في contribution، لأني أنا في منطقة الاعتمادية. هنا في درجة عالية من التوتر تكون عادة مصاحبة لهذه الزاوية لما أنا أشتغل منها. السلوك هنا دائما سلوك انسحابي، السلوك هنا دائما أني أنا ببحث على حلول خارج المنطقة حقتي اللي أنا المفروض أكون فيها مسؤول، والنتيجة طبعا أداء منخفض وطاقة أيضا منخفضة وعلاقات غير متزنة وعلاقات غير مرضية. طيب لو رحنا للمنطقة المعاكسة لها تماما اللي هي منطقة الاستقلالية، منطقة الاندبندنس، هنا أنا مقتنعة وعندي قناعات داخلية بتقول أني أنا I serve me، أنا إنسان مستقل، أنا إنسان ما أحتاج أحد، أنا إنسان أقدر أعيش وأقدر ألبي احتياجاتي بنفسي. هنا أنا بشيل وبشيل نفسي عبء أكثر من العبء اللي أي إنسان فينا يقدر يستحمله. أنا هنا بألبس قناع المرأة الحديدية أو الرجل الحديدي، أنا هنا قاعدة أقول أنا ما عندي ضعف، أنا هنا قاعدة أقول أنا ما أحتاج أحد، أنا هنا قاعدة أقول أني أنا أصلاً ماني واثقة في أحد، لأني أنا شايفة أني أنا الوحيدة اللي أعرف، أنا الوحيدة الخبيرة، أنا الوحيدة اللي عارفة كيف دائماً أحل مشاكلي وكيف دائماً أنطلق في علاقاتي. فالعلاقة اللي هي اللي تكون منطلقة من هذه الزاوية بتكون علاقة أيضاً ما فيها ثقة في الآخرين، لأن الثقة في الذات هي الوحيدة اللي بسيطر علي، فأنا ذهني مشبع أني أنا الوحيدة اللي بتصرف صح، فبالتالي أنا ما بسمع لغيري، فبالتالي السلوك يكون أني أنا أصلاً مستمع غير جيد، فأنا ما بأخذ وأعطي مع الطرف الثاني اللي أنا بكون معه. في هذه الزاوية بتكتر عندنا إصدار الأحكام، بيكتر عندنا إصدار الأحكام على الآخرين وعلى الذات، بيكتر عندي جلد الذات، دائماً أنا بحاول أني أثبت للناس أني أنا قوية، أني أنا أقدر أستقل، أني أنا ماني محتاجة أحد. هنا شعورها يكون جيد لكن مؤقت، الشعور الجيد في الشورت تيرم، لكن على اللونج ران في المدى البعيد بالعكس يكون في شعور عالي بالوحدة وشعور عالي بالضغط وبالتوتر، لأني أنا ما التفت إلا فقط لإحتياجاتي اللي أنا مقتنع أني أنا حقدر ألبيها بنفسي باستغناء عن الناس. الشخصيات اللي بتنطلق من هذا الركن هي شخصيات مالتي تاسكر، هي الشخصيات اللي بتعمل كل شيء، هي الشخصيات اللي بتحط إيدها في كل شيء لأنها هي افتكروا ما هي واثقة في أحد، هي شخصيات ما هي شايفة أنه في أحد ثاني ممكن يقدر يحقق لها اللي هي تبغاه. لو رحنا للركن اللي تحت للزاوية اللي في أسفل الشكل اللي هي زاوية المنطقة اللي إحنا نسميها المنطقة الاعتمادية أو المنطقة اللي أنا فيها بكون منطلقة من حتة أني أنا متكلة تماماً على أحد ثاني، أنا عندي تبعية عالية وبقول فيها الرسالة اللي أنا مشبع فيها ذهني أو القناعات اللي بأنطلق منها أني أنا حأخدمك وأنا حكون لطيفة معك لو أنت كنت لطيف معايا. يعني أنا حكون جيدة مع زوجي عشان أكتفي شره، أنا حكون بتعامل بشكل جيد مع زميلاتي عشان أضمن أنه هم يخلوني دائماً بينهم، عشان أضمن أني أنا أكون جزء من المجموعة. هنا العلاقة فيها دائماً مصالح، هنا العلاقة دائماً علاقة مؤقتة مبنية على
إني أنا أقدر فعلاً ألبي الاحتياج اللحظي فقط. هنا ما عندي لا رؤية ولا عندي اتصال بهدف أعلى ولا عندي اتصال بغاية عليا. منطقة الكوديبندنس أو منطقة التبعية هي أيضاً تعتبر من الزاوية اللي إحنا نسميها علاقات غير آمنة، اللي هو التوكسيك تريانجل أو المثلث السام، لأنه أنا العلاقات الثلاثة هذه اللي أنا شرحتها هي علاقات ما بتوفر لا علاقات صادقة، هي علاقات مزيفة، هي علاقات بتنطلق من جزء أنا بقول فيه إني أنا أبغى فقط إني أحاول أحقق الهدف اللي أنا اليوم جاي عشانه. ما في شفافية في العلاقة، ما في صدق أصلاً في العلاقة. وكثير هذه لما تجينا الاستشارات نلاقي إنه كثير من الزميلات في العمل أو كثير من الأسرة، أفراد الأسرة يختلفوا. ليه؟ لأنهم هم في مجاملات مرة عالية بينهم، لأنهم هم ما هم قادرين إنهم يجلسوا يفتحوا حوار صادق، حوار طالع من منطقة إني أنا مطمنة وعندي شعور بالأمان إنه أنت تقدر تسندني فعلاً. لا، أنا شايفة إنه أنت تبغى تخلص من حقي وأنا بدي أخلص من حقوقك أيضاً، فأنا بأعمل اللي أنا اللحظة بتفرضها علي. في تظاهر مرة عالي اللي هو ماسكات أو قناعات بنلبسها في هذه المنطقة، في انتقاد مرة عالي على مستوى السلوك، في تجنب زي ما قلنا كثير في منطقة الحوارات الصادقة. اليوم كثير مننا في موضوع الحجر بيقول جملة إني أنا ما كنت أعرف أولادي كويس، أنا ما كنت أعرف شريك حياتي كويس، أنا ما كنت عارفة شخصية أمي كويس. في الحقيقة إحنا مو اللي حصل إنه إحنا تعرفنا على الناس اللي إحنا عايشين معاهم، في الحقيقة إنه إحنا اللي حصل إنه إحنا حطينا مراية قدامنا وبدأنا نشوف فيها نفسنا، بدأنا نعكس كل الأشياء اللي كانت موجودة ومخزنة وبنهرب منها في الفترة اللي فاتت، بنهرب بالعمل، بنهرب بالخروج للأسواق، بنهرب بالتجمعات، ما بحاول أجلس مع أولادي بالشكل الكافي أو بالquality kind of يعني engagement المطلوب إلا مع الآخرين المفروض يكون، لأني كان عندي كل المشتتات في الحياة اللي بتخليني أقول لا 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 أنا أموري طيبة وما عندي مشاكل وعلاقاتنا ممتازة والحمد لله كل شيء طيب. منطقة المنطقة السامة هذه أو المنطقة الغير آمنة خدمنا فيها فعلاً ظروف الحجر، فعلاً خلتنا نرجع خطوات وراء ونحط مراية صادقة ونقول إيش اللي بيحصل، إيش اللي بيحصل، ليش أنا بأنطلق ساعات من هذه الزاوية، ليه أنا علاقتي مع فلان قايمة على المصالح، وليه أنا علاقتي هنا مستقلة، أنا بحاول إني أدف فلان، بحاول إني أقول له لو سمحت أنا ما أبغى مساعدتك، أنا أبغاك تكون بعيد عني، وليه أنا هنا بالعكس قاعدة بقول له اسمع أنت شيل الشيلة، أنا ما عندي استعداد إني أنا أتحمل مسؤولية أي شيء. إحنا بننتقل في دي الثلاثة as we go، إحنا مش شرط بيسيطر علينا واحد، لكن إحنا لازم نكون واعيين. ومنطقة الوعي هي المنطقة الزرقاء اللي فوق، اللي إذا ممكن هيفة تروحي لنا الشريحة اللي بعدها، هي منطقة العلاقة التكاملية اللي هي الانتردبندنس. أنا لما أقدر إني أنا أتخلص من كل الأشياء المشتتة بالنسبة لي في المثلث الغير آمن، لما أنا أقدر أفهم احتياجاتي وأقدر أعرف كيف ألبيها وأقدر أيضاً أفهم احتياجات الآخرين وأعرف كيف ألبيها، أنا حلقة نفسي إني أنا طلعت في منطقة رأس النموذج اللي فوق اللي هي منطقة العلاقات التكاملية. في منطقة العلاقات التكاملية أنا هنا قاعدة بقول في ذهني في قناعتي إني أنا موجودة في هذه الحياة لغاية، لغاية رئيسية. أنا وإنت وإنتي وكل أحد فينا موجود والمفروض إنه يكون واعي إنه هو موجود لغاية عليا. يعني أنا اليوم لما أنا أبدأ أتعرف على ابني بطريقة جديدة، لما أبدأ أعمل حوار مع زميلتي بطريقة جديدة، لما أبدأ أحسن علاقتي بأمي أو بأبوي بطريقة جديدة، مو أنا ما بعملها عشان خاطر إني أنا بدي أخذ اللحظة حقت المصلحة اللي أنا بعملها عشان نخلص من السيتويشن اللي إحنا فيها. أنا حاطة غاية رئيسية متوجهت لها، أنا عارفة أنا ليش عايشة، أنا عارفة ربي ليش خلقني أساساً وعلى أي أساس أنا متوجهة ومنطلقة. فالمنطقة اللي هي منطقة العلاقات التكاملية بتتطلب مننا يكون عندنا وعي مرة عالي وصدق ووضوح بإحنا مين. نحتاج نعرف فيها نقاط الضعف عندنا، نحتاج نعرف فيها نقاط التحدي اللي موجودة في شخصياتنا، نفهم فيها عيوبنا ونقولها لنفسنا ونكون مطمئنين إنه it's okay، معليش أنا يكون عندي عيوب وإنت عندك عيوب وأنا عندي ميزات وإنت عندك ميزات. في هذه المنطقة أنا وإنت حنتفق إنه إحنا نقدر إنه إحنا نشيل بعض، نقدر إنه إحنا
يكون في بيننا التوافق والاتصال الناضج الواعي اللي يخليني أنا أدعمك وإنت تدعمني، عشان إحنا الاثنين بنشكل دائرة دعم أكبر اللي هي المجتمع، اللي هي الكوميونيتي، اللي هي الحياة، اللي هي الكون. فعشان أنا يكون لي أثر في دائرتي الصغيرة لازم أخلق هذه المساحة من الانسجام والتناغم. المنطقة اللي في الزاوية اللي هي أسفل الموديل هي منطقة ما بتخلق لي أي انسجام، هي منطقة أنا ما بكون فيها لا حاضرة ولا عندي هدوء. أول ما أبدأ أطلع فوق أبدأ أشعر بصوتي الداخلي، أبدأ أسمع صوت السكينة والهدوء اللي أنا شايفها من جوايا، أبدأ يكون عندي تأني أكثر في ردات فعلي. وزي ما قال وتفضل الدكتور من شوية وكمان الأستاذ محمد، إنه ما بين المثير والاستجابة دائما بيكون في مسافة. المسافة هذه أنا دائما لما في التدريب بسميها منطقة الخلاط اللي بنحط فيها معتقداتنا وقيمنا وأفكارنا وخبرتنا وطريقة تربيتنا وكل حاجة بحطها في النص، وبجي بستقبل المثير وبدخله في الخلاط ده وأحكم عليه، هل المثير هذا حيخليني أستجيب بأي طريقة؟ هل حأستجيب بطريقة تخدمني ولا بطريقة بتهدم علاقاتي، بطريقة تأثر في الانسجام والتناغم اللي المفروض أنا أني أوصل له في علاقاتي؟ أنا عارفة أنه الوقت أوريدي بدأ. لا يعطيك العافية والله ما قصرتي. حأختم خلاص بأنه نرجع مرة ثانية للأربع النماذج، وإحنا في سؤال كنا حاطينه أعتقد ما أعرف إذا أنتم حابين أنكم تقولوه ولا لا. وحأختم أيضا بأنه المنطقة اللي هي المنطقة الإيجابية، منطقة النموذج التكاملي، النتيجة فيها عادة بتكون أداء مرتفع، طاقة عالية، انسجام عالي مع الأحداث ومع الآخرين. فبالتالي أنا كل التجارب اللي بمر فيها بأترك فيها معنى، وبتترك فيها دروس، وبتكون بالنسبة لي هي نقطة ارتقاء لخطوة ثانية ومرحلة ثانية من النضج والوعي أنا بدخل فيه في حياتي. أنا أظن إنه كده هيفة السلايد حقتي انتهت. في شيء بعدها؟ صحيح، ممكن نعرض السؤال. أيوة في السؤال، وأعتقد في سؤال برضو في نفس السلايدات بس مش ضروري على حسب الوقت، يعني زي ما تشوفوا. كيف نقدر نستطيع لو إحنا لقينا نفسنا في خلال اليوم أو حتى في خلال ممارساتنا في 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 في, في أسبوعنا في شهرنا، لو لقينا نفسنا وشفنا نفسنا إنه إحنا واقعين في المثلث اللي هو غير منسجم، كيف نقدر إنه إحنا نطلع من هذا المثلث للجزء الجيد؟ سؤال جميل. صحيح محمد؟ سؤال عميق الحقيقة، مو بس إيه؟ عميق جدا السؤال، ما شاء الله تبارك الله. حلو، والإجابة كمان أيضا بتدل على إنه التفاعل معانا مجموعة وشريحة من الناس اللي هي فعلا تمتلك قدر مرضي وكبير من الوعي. وأشكركم إنه ما حد جاوب على اللي تحت إلا 1%. لكن أشكركم على 48%، العدد كبير ما شاء الله، فالنسبة يعني بتدل على إنه إحنا we're in a good shape يعني الحمد لله. أعتقد إنه أيوة، أعتقد إنه كده إحنا خلصنا. هل إجابتهم على المفروض اللي يكون ولا الوضع الحقيقي اللي هم يمارسون الأخوان والأخوات اللي قبل شوية؟ 71%. يعني هل السؤال كان رد واعي ولا غير واعي؟ يعني هل هم فعلا يمارسون كده ممتازة الحقيقة لو كده؟ بالعكس، صحيح. جميل. رنا يعطيك العافية، وإحنا رنا في تايم بس والله وايد مستمتعين، ولسه في المداخلات ودكتور سامي ويانا ومجموعة كلها. أنا شايفة الأسئلة صراحة مرة حلوة، وأعتذر إنه إحنا ما أظن نلحق نرد عليها. لا حنرد عليها. Still the time. Usually إحنا بنقول ساعتين، فإحنا الحين بدينا 10، والله يعينك معانا أستاذ رنا، يعني حتجي يسعدني. بالعكس، محمد موجود معانا وكلنا موجودين كله. الله يسعدك. خلينا ناخذ هالموضوع، يعطيكم العافية دكتور سامي ما قصر على الجانب النفسي والصحي، محمد أبدع في موضوع الضغط في العمل، رنا أبدعت في العلاقات، وهذه كلها ضغوطات نتحرك عليها. كيف إنه إحنا بيركمان قاعد يساعدنا في
معرفة السلوك تحت الضغط. أول شيء بيركمان، وخليني أرجع لهالشخصية اللي أنا قابلتها، God bless his soul، توفى في 2015 دكتور روجر بيركمان، سوى التقييم من 1951 ميلادي، هو التقييم الوحيد اللي في العالم اللي يقدر يطلع حاجة اسمها الاحتياج أو احتياج الشخص. أنت شو تحتاج لما تتواصل مع شخص؟ شو تحتاج لما تكون وسط مجموعة؟ إيش تتوقع الشخص يعاملك؟ إيش تتوقع المجموعة تعاملك؟ إيش تحتاج من بيئة العمل عشان تكون إنسان منتج؟ إيش تحتاج من بيئة أسرتك؟ إيش تحتاج من بيئة الحياة؟ بيركمان يفصل لك احتياجاتك هاي بتفاصيل إحنا دائما نسميها الأها مومنت. صحيح محمد؟ كيف قدر ال 298 سؤال هاي تطلع لك الاحتياجات حقتك هذه؟ وهذا راح يزيد الوعي حقك وراح يساعدك في إنك أنت كيف تكون استجابتك للكلام اللي كان يتكلم فيه الدكتور، وأيضا للسؤال اللي طرح في البداية من قبل محمد، أنت من تختار. كل ما زاد وعيك أنت بمعرفة خليني أقول احتياجاتك سلوكياتك، راح تعطيك وعي كامل في أنك أنت تختار حتى في ردات فعلك. وإذا رحنا للسلايدز اللي بعد شيء هيفا، خليني هنا بس أخذ وعلى عجالة في دقائق، أنا I know that we have like 6 minutes عشان نبدأ الأسئلة، وححاول أوجز بسرعة وبس bear with me. لو نشوف مع بعض الأربع مربعات اللي قدامنا هي أحمر أزرق عكسه أخضر أصفر، وخليني بس جي أقول أنماط الشخصية من وجهة نظر بيركمان. تذكروا إحنا بس جي نطالع على هليكوبتر فيو بانوراما، نشوف الشخص من فوق. خليني أعطيكم وخليني أتحداكم شوية، ما شاء الله العدد مرة كبير. التحدي هذا ما أبغاكم تقولوه، بس حتحداكم في أنه مجرد ما أنا أشرح أي لون، كل الناس اللي تعرفوهم في حياتكم راح يجون في بالكم الآن. الناس اللي في اللون الأحمر حارين، يطرقوا الحديد وهو سخن، مباشرين، يشتغلوا بأياديهم، يسووا أكثر من مهمة في نفس التوقيت، قرارات مرة سريعة، لغة الجسد مرة عالية، يركزوا على المهام، مباشرين، الكاريزما حقتهم، مرنين، ما يقعدون في مكان واحد، يحبون إنجاز الأشياء، ممكن يكونوا في الصيانة، في التنفيذ، في الهندسات، في الأشياء. أكيد جاء أحد حارين نسميهم، أكيد جاء أحد في بالكم. عكسهم تماما الناس اللي في الأزرق. الناس اللي في الأزرق اللي هم مين؟ حساسين، عاطفيين، مشاعر، يميلوا للبشر، عميقين التفكير، فنيين، مبتكرين، ما يأخذون قرارات سريعة، ممكن يميلوا إلى الأشياء الديكور الداخلي، المعمار، القانون، الأشياء اللي لها علاقة بالتخطيط، بالوظائف، ما يحبون جمعة الناس، عدد قليل جدا. طبعا شخصيتين عكس بعض، تخيلوا حتى في وضع الكورونا اللي احنا موجودين، مدير وموظف في التعامل اللي قاعد يصير الآن أونلاين، أو زوج وزوجة الحين احنا موجودين 24 ساعة مع العائلة، أو أخ أخذ التراك. ليه؟ لأنه دائما الناس اللي في الأحمر يشوف الناس اللي في الأزرق يا ليل ما أطول باردين. الناس اللي في الأزرق يشوفوا الناس اللي في الأحمر حارين بركان، ولكن إذا تم الوعي والانسجام راح يشكلوا وايد هارموني، راح يشكلوا انسجام وايد، لأنه الأزرق يخطط ويفكر، مو معناها إنه الأحمر ما يخطط، الأحمر ينفذ، ولكن الأحمر يفكر اليوم باجر، الأزرق ممكن يفكر لونج تايم. الناس اللي في الأصفر إجراءات، أنظمة، تقاليد، الورقة والقلم، سيستم، قوانين، يميلوا إلى المهام، غير مباشرين، محاسبة، أرقام، حسابات مالية، عسكرية، تقليديين، الله لا يغير علينا. عكس تماماً الناس اللي في الأخضر. الناس اللي في الأخضر مين؟ مرنين، توكاتيف، يحبوا الكلام، يحبوا الجمعات، تسويق، مبيعات، تدريب، استشارات، كوتشنج، يحبوا البشر، أعمال تطوعية. عكس تماماً ما يحبوا القيود. عكس تماماً الناس اللي في الأصفر. تخيلوا أيضا مدير، موظف، زوجة، زوجة. الناس اللي في الأخضر دائما يشوفوا الناس اللي في الأصفر مملين، لأنه كل شيء بالقوانين. الناس اللي في الأصفر يشوفوا الناس اللي في الأخضر راعين كلام، راعين توكاتيف. لو نروح للسلايدز، هذه سلوكيات قد نراها الآن في الأشخاص، ولسه تذكروا إحنا قاعدين نتكلم جست من هليكوبتر فيو. لو نروح للسلايدز اللي بعد شيء هيفا سريعا. أوكي، الضغط من هو ردة فعلك أنت. كل اللي أنا ذكرته على المربع الأصفر والمربع الأزرق والمربع الأصفر والمربع الأخضر هي منطقة راحة. هذه سلوكياتك، كل إنسان عنده منطقة راحة، وسلوكياتنا نستطيع التحكم فيها والناس بيشوفها وقد تحكم علينا بناء عليها. ولكن هناك سلوك آخر نسميه سلوك تحت الضغط،
يكون مختلف تماما، قد يكون متوافق قد يكون مختلف، انت ما تعرف، لانه سلوك تحت الضغط دائما احنا نشبهه زي الجذور حقت النبات تحت، جذور النبات محتاجه مويه، محتاجه سماد، محتاجه تربه عشان تخضر الشجره، لو ما اعطيتها المويه والسماد والاشياء هذه راح تذبل. نفس الشيء الانسان احتياجاته لم يحصل عليها راح يستوي عنده سلوكيات تحت الضغط. ولو نروح للسلايدز اللي بعد شيء سريعا، وايد انماط البيركمان سلوك تحت الضغط وايد، احنا حطينا 4 شخصيات، لو تتذكروا الشخصيات هذه معانا، احنا ابتدعناها الشخصيات هذه يمكن من الحلقات حقتنا الاولى، نوره، خالد، امل، احمد، كل واحد في جانب. لو ناخذ نوره في الجانب اللي هو الاخضر، شنو احتياج نوره؟ نوره محتاجه مرونه، محتاجه منافسه، احتياجها دائما وفق البيركمان موجود في اللون الاخضر. الناس اللي احتياجهم في اللون الاخضر محتاجين مرونه. مرونه يعني شو؟ لا تحجرني، لا تحط لي قوانين، محتاج انه انا اكون في حاله تنافسيه سواء كان في العمل او حتى في الاشياء، محتاج انه الروتين يقترني، محتاج تنوع من الاشياء اللي انا اسويها. فعاده الناس اللي في الاخضر قد يعانوا معاناه كبيره الان في الكوفيد 19 اللي احنا قاعدين، الناس اللي في الاخضر محتاجين تفاعل اجتماعي، فما بالك انت جيت حشرتهم وحطيتهم في الحجر، ما في مقابلات، ما في اهل، ما في زيارات، ما في اشياء. الناس محتاجين سلطه واضحه، محتاجين فرص غير تقليديه، محتاجين حتى لما انت تتناقش معاهم لا تقطع رأيهم، لا تصادر رأيهم، أعطيهم حرية، هذا احتياج. طيب إذا ما وفرت هذه الاحتياجات إيش يستوي في نورة؟ ما أعطيناها مرونة، ما أعطيناها فرص غير تقليدية، ما أعطيناها مغامرات، ما أعطيناها إنها جداولها مرونة تسوي كل أشياء تناوع تفاعل اجتماعي، راح يستوي فيها قد يكون تشتت، قد يكون جدل، قد يكون مقاومة، قد يكون ترك الأشياء، تأجيل الأمور، عدم ثقة في الآخرين، وايد أشياء ممكن تنتج. ولاحظوا هذا السلوك تحت الضغط، ونرجع مرة نقول مرة ثانية، استجابتنا، ردات فعلنا له، كلام محمد، شخصيتك أنت كيف تشوف هذه الأشياء، كلام رنا، مشاعرك أنت كيف ترد ردات فعلك. وحطينا بعض الأشياء أنك أنت كيف حتى عشان نزيد فعالية نورة. أنا اليوم لو عندي شخصية زي نورة عندي في البيت أو في العمل، نيجي ناخذ نورة ونقول لها ركزي على التفاصيل، حطي خطة، استماع فعال للآخرين، هذه وايد مهمة راح تزيد من فعالية نورة. وإحنا قاعدين نقول هالأشياء من ناحية كوتشين، وايد استشارات كثيرة تيجي لمحمد، تيجي لأستاذ رنا، تيجي لدكتور سامي، لكل مستشارين بيركمان اليوم لما تسوي التقرير وايد راح تعطيك. وفي تقرير خاص من ضمن 60 تقرير اللي يطلع لك إنه stress management، كيف أنت حتى تدير سلوكياتك تحت الضغط. لو نمر هيفا سريعا على السلايدز عشان الوقت. طيب لو لحظة بس ترجع للسلايدز بس عشان الفقرة الأخيرة في نورة. الحين نورة لو عندي أنا شخصية نورة وأشوفها تحت الضغط وأشوفها إنسانة أصبحت متشتتة أو تجادل أو أشياء، يجب أنه أنا أتحدث معها على المشاكل، أني أنا أسمع وجهة نظرها، أنه أنا أقدرها، لأنه هي محتاجة ثناء وتقدير في كل شيء هي تحتاجه، وبالتالي لبيت احتياجاته. ولما يلبى الاحتياج زي جذور الشجرة راح تبتدي السلوكيات تحت الضغط نبتدي نتحكم فيها ونديرها. لو نروح للشخصية الثانية، خالد أحمر، خالد محتاج سلوكه، محتاج جدول مزدحم وايد، يبغى يسوي أكثر من ماما. وهالنوعية من خالد الآن بنشوفه في الحضر، كل شيء في المطبخ، حمام، يصلح أشياء، يطلع فوق، يرجع، يبغى يسوي أكثر من مهمة، يحتاج حلول عملية، يحتاج حتى الناس لما تتواصل معاه تتواصل معاه بحزم وبحسم، يحتاج إنه دائما أنت لما تتكلم معاه يحتاج مواقف واضحة، يحتاج إنه يكون جزء من المجموعة، سواء أنت في البيت لميت ولا اجتمعت ولا سويت أي شيء، ولا يحتاج إنه يكون حتى جزء من الفريق. احتياجاته وايد، لو ما لبينا احتياجاته هذه شو ممكن يستوي فيه؟ يصير فيه غير صبور، وبيصير فيه لما نقول يرفض مشاعر الآخرين بيشوفوا إحنا إنه كإنسان غير لا يوجد عنده مشاعر. هذا perception، رأي الآخرين فيه عند الضغط، وإنه فقط يعمل من أجل العمل وتختفي عنده المشاعر، وممكن نقول إنه هو عنده ريبوت. وهذه تعطينا سلوكيات تحت الضغط، وكثير من الناس ممكن زي شخصية خالد. بس عشان نزيد فعالية خالد يجب إنه إحنا نسوي عملية تخفيف، إنه إحنا لازم نتواصل معاه بحساسية تجاه الآخرين، استماع فعال، وايد أشياء ونركز عليها ونوجهه في موضوع الكوتشين. وهذه أشياء وايد مهمة، أنت كيف تتفاعل معاه؟ أعطيه دائما، خالد محتاج توجيهات حازمة، لا تقعد تلف وتدور معاه، أعطيه حلول منطقية، حتى لو كان هو عنده تشالنج أعطيه حلول منطقية، لا تعطيه أشياء أوفر، لازم يبغي تفاصيل عشان تتفاعل معاه، عشان يقل الضغط حقه. لو نروح للشخصية اللي بعد شيء مهند، إذا تسمح لي.
اتفضلي. فعلا من الاشياء اللي احنا دائما تكون يعني اي اوبنر او الاشياء اللي هي تكون مدهشه في معلوماتها وفي نوع المعلومه لما نشتغل مع بيركمان مع الـ مع الـ مع, الـ مع الـ الاشخاص منطقه الكشف عن الاحتياج. احنا قبل كده يمكن كلنا في كل الكلام اللي احنا قلناه قبل شويه انه احنا كنا بنقول انه عدم تلبيه احتياج الشخص سواء احتياجاته الداخليه واحتياجاته الخارجيه هي اللي بتقودنا لمنطقه التوتر ومنطقه الضغط ومنطقه عدم الـ وضوح الرؤيه والسلوكيات صحيح. الغير مفيده. فالجديد في الطرح حق مقاييس بيركمان انه بيكشف لك الجزء والبعد حق الاحتياج اللي عاده احنا بنكون احنا مو عارفينه عن نفسنا. احنا بنعرف كيف بنتصرف بس احنا مو عارفين ليش بنتصرف بهذه الطريقه، مو عارفين صحيح. ليش احنا مسترخين او متوترين. فبس حبيت اني احسنتي وانا ارجع اقول واشدد على هالنقطه انه الاحتياج في بيركمان هو المقياس الوحيد، نقطه تحتها مليون خط لا يوجد مقياس في العالم الا هذا الاحتياج. الان نشوف امل احتياجها في منطقه الازرق، محتاجه وقت للتفكير، فلا تقعد تضغطها انها تاخذ قرارات، محتاجه انها تنفس عن عواطفها، محتاجه تواصل شخصي 1 تو 1 حتى لما تكون في مشكله او محبطه، محتاجه انك تسمع لها، لا تعطيها حل جذري. خالد قبلها في الاحمر محتاج حل عملي. خالد لو اشتغلت معاه بالمشاعر ممكن ينضغط زياده، لكن امل لا، امل لا، ما لا تعطيها حل، امل اعطيها تواصل شخصي، اسمع مشاعرها، محتاجه انها تشتغل في مشاريع ابداعيه، محتاجه ان علاقاتها مع الناس القريبين عليها ما تتغير ويحصل فيها خلافات. هذه الاحتياجات كلها تنم عن احتياجات امل. لو ما وفرنا هالاحتياجات راح يستوي عندها سلوك تحت الضغط. لو نروح شوي هيفا if you can bear with me. نعم، لو ما وفرنا لها وبدينا نضغطها على اساس تعطينا قرارات وما نقدر نقدر عواطفها او نسمع لها او نتواصل معها بطريقه شخصيه، راح تصبح حساسه وغير حاسمه وممكن تماطل او ممكن هي تنزوي فتتجنب الناس وتروح على غرفتها وتقفل على نفسها، وحتى لو حطيت الفطور ممكن ما تجي الفطور. لو قالوا لنا سحور، لا والله ما ابغى اتسحر، حتى يا بنتي بكره صيام، لا ما ايش في، طيب تعالي، لا ما ابغى، ابغى اجلس بروحي. شيز ان بريشر في مساله الضغط. طب كيف نزيد الفعاليه حقتها؟ ركز على التفاعل، تقديم الدعم العاطفي لها وايد مهم. نروح هيفا، just go quick عشان التايم. انت كيف تتفاعل معها؟ دائما اقترح عليها، لا تعطيها ولا لا تحشرها وتاخذ منها القرارات، لا تعطيها اوامر. الانسان الاحتياجه في منطقه الازرق دائما الاوامر والامور اللي comforted والنقد الغير بناء يدخلها في مساله الضغط، وتأتي كمان استجابة شخص أزرق إلى آخر لمسألة النقد الغير بناء. ممكن يكون شخصين في منطقة الأزرق تنتقده النقد غير بناء، واحد يكون استجابته، نرجع لموضوع الاستجابة ونربط الكلام، استجابته مرة ممكن تكون جسدية وممكن يكسر شيء وممكن نسميها شيء زي بعض واحد من العملاء قال لي أتحول، قلت كيف يعني تتحول؟ قال أتحول، تحول هذه ماخذها من موفي، يعني يصير زي البانستر وحش، يعني شيء مدري جريندايزر مدري شو يستوي فيه. المهم ايه يستوي هاي شخصية امل. خلينا نروح للشخصية الاخيرة اللي ويانا which is احمد. احمد احتياجه في الاصفر، محتاج وقت للتركيز، لا تقعد تقاطع، محتاج دائما توجيهات. لما تعطيه معلومات لازم تعطيه معلومات تفصيلية واضحة، محتاج كل شيء بالمنطق والحقائق، وركز على هذه الاشياء، محتاج انه البيئة اللي حوالينا لا تتغير. ودائما احمد واحد من الناس اللي بيعاني في 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 موضوع الحظر، وعانى في البدايه لانه كل شيء حدث فجاه، التغيير حصل فجاه، الحظر حصل فجاه، صار 24 ساعه بالنسبه له هذا الشيء تماما سلوك تحت الضغط، لانه ما يحب التغييرات المفاجئه، لازم كل شيء، ويصبح عند السلوك تحت الضغط قد يقاوم التغيير تماما ويصر ويكون عنده اصرار بشكل مفرط على القواعد والقوانين والاشياء او قد ينسحب. عشان نزيد فعاليته لازم الصوره الكبيره، لازم خطط قابلة للتكيف، لازم أحمد حتى عشان ما نوقع في الضغط، حتى أحمد لازم لما نجي حتى لو الآن إحنا نبي نغير شيء، لو أحمد معانا في البيت أو حتى في العمل لازم نخبره قبل، لو ما خبرناه قبل قد يقاوم التغيير. وهذه واحدة من الأشياء اللي وايد مهمة إنه كيف نتفاعل معه، لازم نعطيه قواعد، لازم نعطيه أهداف، ولازم نتعاون معاه لحل المشكلات. شخصيات مرة متعددة، وإحنا قاعدين نتكلم في الشخصيات ترى هذا الكلام كله ليس تفصيلي، لأن التفاصيل وايد يعني كثيرة في هذا المجال. لما نتكلم من خلال التقارير اليوم، أنت لما تسوي تقرير حق البيركمان راح يطلع لك أكثر من 60 تقرير. من خلال هذه التقارير راح زي ما قال روجر بيركمان، it's your MRI, it's your X-ray, it's your DNA. DNA حقك أو السيجنيتشر حقتك. وخلينا نطرح سؤال هيفا إذا سمحتي لنا، وبعدها ناخذ كل
إذا السؤال موجود. حابة تسوي بانل بولينج ولا أي فرق؟ طيب أوكي. أي شخصية من الشخصيات تمثل سلوكك تحت الضغط؟ وممكن وانت بتعرضيها ممكن ترجعي لهم السلايدز، يعني شخصية أحمد، شخصية ترجعي لهم السلايدز عشان يشوفوها. أحمد في المنطقة الأصفر، ممكن يجو باك فورورد على السلايدز. هيفا الحين شفنا، الحين نشوف أمل، نرجع كمان نشوف خالد. ونرجع نشوف نورا. وممكن ترجعي مرة ثانية فورورد عليهم حتى يكون عندهم بعد كامل. جميل. عشر ثواني. اوكي. والله انا حاعترف، انا 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 سلوكي تحت الضغط واحتياجي في الازرق، فانا شخصيه امل. يعني أنا دائماً أحب ودائماً أحطها حتى في توقيعي في البريكمان في شخصية أمل. أنا أتكلم على نفسي. إنزين، نتائج عندنا نورة، خالد، أمل، أحمد، it doesn't matter. روجر بريكمان يقول ما في إنسان جيد، ما في إنسان سيء، كل إنسان مميز وكل إنسان مختلف. قد يكونوا أفراد أسرتك، قد يكونوا زملاء، قد يكونوا مديرك، قد يكون أصفر، ولكن نحتاج بعض. وهذه قمة الوعي في أنك أنت تعرف نفسك وتعرف الآخرين حوالينك، وهذا حيقلل أشياء كثيرة من الضغوطات اللي تحصل حوالينا، سواء كان على المستوى الشخصي أو حتى على المستوى العملي. ببساطة شديدة، اليوم أنا لو جيت في السلوك الاعتيادي وليس الشخصيات، اليوم لما أقول أنا أحتاج واحد أزرق لأنه أنا لو أبغي أسوي مشروع بجيب واحد أزرق عشان يعطيني فكرة ويعطيني استراتيجية ويعطيني إبداع ويعطيني تخطيط كامل، وراح أجيب واحد أحمر زي خالد عشان ينفذ هالفكرة، وراح أجيب واحد أخضر على أساس يبيع هالفكرة ويعرضها للناس ويقنع الناس، وراح أجيب واحد أصفر على أساس إنه يسوي عملية التوثيق والسيستم والأنظمة الستركشر والاكاونتينج بالحسابات. اذا السالفه ما في جيد حتى في افراد اسرتك، ولكن احنا كيف نتعايش مع بعض؟ كيف يكون عندنا وعي باحتياجاتنا واحتياجات الاخرين؟ كيف نلبي احتياجاتنا واحتياجات الاخرين؟ هذه واحده من الاشياء اللي راح تقلل عمليه سلوك تحت الضغط وان نقع في سلوك تحت الضغط، لان السلوك تحت الضغط هو الناس حتى تسميه البرسبشن حقه انه سلوك غير فعال، لانه يسحب الطاقه حقتك ولا يؤدي الى الانتاجيه حقتك على الشكل السليم. روجر بيركمان يقول كل ما اشتغلنا على احتياجات البشر ولبينا احتياجات البشر اللي حوالينا سواء كان من افراد الاسره او من افراد المجتمع، انت حطيت هذا الانسان على التراك او على الطريق حق الانتاجيه حقت 100%. شو يعني انتاجيه 100%؟ ليس فقط في العمل ولكن حتى الانتاجيه على المستوى الشخصي في علاقاتك، لما تكلمت رنا على مستوى العلاقات، لما تكلم محمد على مستوى العمل انتاجيتك، لما تكلم سامي على دكتور سامي على مستوى الصحه، على مستوى النفس سايكولوجيكالي، نفسيا، صحيا، جسديا، عمليا، انتاجيتك، تحقيق اهدافك، علاقاتك مع الاخرين، وايد هي الاحتياجات. هذه الجذور لما نرويها نعطيها الموية، نعطيها السماد، جذورنا هي احتياجاتنا. إذا لبينا احتياجاتنا واحتياجات الآخرين انتهى موضوع السلوك تحت الضغط، وحيكون عندنا وعي كبير جدا في إنه إحنا كيف نقدر نطور نفسنا للأفضل للأحسن للأسرع.
إذا في أي مداخلة محمد، إذا في أي مداخلة رنا، لأنه حنفتح النقاش الآن بموضوع الأسئلة، فأي أحد عنده سؤال أساس نوصل للمرحلة الأخيرة في المفاجأة حقتنا. إذا محمد بليز عندك مداخلة، دكتور سامي عندك مداخلة، رنا عندك مداخلة قبل الأسئلة، تفضل محمد. الحقيقة بيركمان أنا شخصياً علمني حاجة مهمة جداً في الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا طبعاً ستيتمنت كبيرة جداً في اتجاهات كثيرة، بس واحدة من الأشياء اللي تعلمتها من هذا الحديث لما فهمت بيركمان إنه أنا أعامل الناس حسب احتياجاتهم مش حسب نظامي في التواصل. نعم. أيوة. هنا يصير في تكامل مثل ما قالت الأستاذ رنا الله يعطيها العافية. يا سلام عليك. على خليل عشان يعني احقق منظومه الايمان، اشوف احتياجاته، مو عامله بالنظام، لا عامله باحتياجاته، فيجب اني اكتشفها. كم سنه تتعامل مع بيركمان الان انت؟ والله واحد اسمه محمد الله يعطيه العافيه اصلا عني عام 2014 اصلا عنك ها انزين الله يسعدك يا رنا. حابة أي مداخلة قبل لا نفتح الأسئلة؟ لا أنا حابة فعلاً إني أسمع من الناس، لأنه قاعدة تجيني أسئلة كمان على الخاص. جميل. فأبغى بالعكس الناس نستفيد. يعني دكتور سامي حابب أي مداخلة؟ سلامتك حبيبي، سلامتك، بنتظر أسئلة الناس. دكتور سامي تسمح لي أقول شيء استوى بيني وبينك في 2015 2016 أنت لسه فاكر؟ أنا لسه فاكر، هذه أغنية ترى دكتور، هذه أغنية. دكتور سامي اسمح لي بس، دكتور سامي لما دخل الدورة ويانا كمستشار للبيركمان قال طبعا باللهجة المكاوية، حسيت بغبنة المبلغ هذا كله اللي دفعته. لكن دكتور سامي بعد ما بدأ يطبق، وهذا الشيء أنا I'll quote your words exactly، قال لي شفت التقرير السمري الصفحة الواحدة هذه تساوي المبلغ حق الدورة، لأنه يحكي أشياء مرة كثيرة اللي هي الـMRI أو الأشعة حق الشخص. خلينا نفتح النقاش للأسئلة. هيفا if you can have the control على الناس اللي رافع يدينها وعلى الأسئلة اللي موجودة حاضرين لكم، و feel free يعني أي سؤال ينطرح لكم الأحقية محمد تجاوب، رنا، دكتور سامي please feel free and take the lead. I'm listening. معنا أحقية مسلوب تدفع المايك عندك. أستاذ فتحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تسمعوني؟ نسمعك أستاذة فتحية، حياك الله. فتحية الملحم أم غالية من الظهران. ونعم، حياك الله. حبيت اللقاء جداً واستفدت منه كثير في موازين أعمالكم، بالذات من ليلة 27. الله إن شاء الله في موازين أعمالكم. الطرح جميل والموضوع أحلى، أنا صراحة خدت الوباء من ناحية إيجابية. علي وعلى بناتي ويعني أنا عندي أربع بنات أحس بهم جوهراتي. الله يحفظهم لك إن شاء الله يا رب. آمين آمين. أنا حبيت بيتي، يعني أنا ملتزمة بالبيت، حسيت إن بي يعني كنت أنا أنظر لبيتي أول إنه صغير، الآن وجدته كبير. كل جزء في بيتي حبيته، حتى الحوش كان عندي صغير بس الآن صار كبير، حتى إنه ما أصلي إلا الصلاة برا. ما شاء الله. صلاتي أصليه برا، يعني حسيت بنعمة، يعني أنا مرت مطبات في حياتي بس حسيت الآن أحسها إيجابيات. أي بلاء من الله أحسه شيء إيجابي في حياتي، كل شيء سلبي حولته لناحية إيجابية. سبحان الله الرسائل اللي تجيني خاصة 2020، أنا من أسبوعين دخلت العناية المركزة لظرف ماء والحمد لله طلعت منها. ألف سلامة، ألف سلامة. اللهم لك الحمد والشكر. السلام. أخذت رنا تعرفني شخصياً، من بنتي مع بنتها، بنتي اسمها سلام مع جود، الله يحفظها، والأخت رنا نعمة في وجودها بحياتي. يعني عندي شخصيات صادفتها يعني حسيتهم بسمة في حياتي، وأنا أحتاج هاللقاءات، أنا عن نفسي أحتاجها. يعني حب صرت يعني بعد الوباء صرت أدخل أونلاين، صرت أبحث، صرت أقرأ، الآن قاعد أكتب كتاب اسمه الجانب المشرق في حياتي، ما أبي أنظر ولا شيء في حياتي. برافو. يعني مريت من الطبات وتعرف شخصية الأخترن، الله يجزاه خير. الله يملك الحمد والشكر، الحمد لله. أنا آسفة طولت. لا لا، 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 لا
فتحية. جزاكم الله خير. شكرا. أنا مرة مرة مبسوطة الليلة صراحة الليلة. يوصلك اللقاء إن شاء الله وسجل في فتحية بعد كمان. الله يجزاك. شكرا يا أخوي. شكرا. شكرا. أستاذ ماجد الدوسري تفضل. ما في صوت هيفا. طيب أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم لو تفتح المايك من عندك. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور معتسل عن أسباب الارتفاع والانخفاض، يعني ما هو ثابت عندي الضغط، شوي يرتفع شوي ينزل، ما أنا عارف إيش السبب دكتور. ضغط إيش أفضل؟ ضغط الدم؟ ضغط الدم إيه. هذا بلابوك يا عقاب، هذه المشكلة اللي كنا ما حابين أن نسأل فيها، يعني مثلا ضغط الدم احنا ابدا ما هو موضوعنا اليوم، احنا موضوعنا اليوم هو الضغط النفسي او الضغط السلوكي. طيب مثلا ما له علاقة في ضغط الدم؟ لها علاقة، قد يكون لها علاقة مباشرة او غير مباشرة، وقد لا يكون لها علاقة. يعني ضغط الدم، زيادة الاملاح تزيد ضغط الدم، مشكلة في المرارة تسوي ضغط دم، الاسترس للقولون العصبي، امور كثيرة صحيح. جدا يعني لابد انك تراجع طبيب باطنة، وبالتالي يقيس ضغط الدم وياخذ معاك الهيستوري كامل، عاداتك اليومية، اكلك، شربك، علاقاتك، أمور كثيرة جدا تتحكم في سؤالنا ليش يرتفع ضغط الدم أو ليش ينخفض ضغط الدم. طيب يعطيك العافية أبو إبراهيم. الله يعطيك العافية. نأخذ أستاذ حيدر البيشي. تفضلي. مفتوح المايك. السلام عليكم، مسعد الله مساكم بكل خير. مستشار كوتش حيدر البيشي حياك الله. أشكركم أول شيء بيدي والأستاذة رنا، وكذلك أشكر الأستاذة حيفا. طبعاً حقيقة أنا استمتعت جداً وأضفت الشيء الكثير، ودائماً ما أمسياتكم تضيف يعني للشخص الشيء الكثير، لا من ناحية الوعي ولا من ناحية الإطمئنان. حقيقة الأستاذ محمد الزبيدي حقيقة أبشرك بالنسبة للسؤال للبونج اللي عملته الأستاذة رنا، اعتقد انه اطمنك انه الناس كلهم واعيين بحول النوفوت، لانه الناس دائما مطلعين على كل جديد، وخاصه اللي متابعين لماستر ليجاسي وامسياتهم الرائعه. الله يسعدك. الله يسعدك. جاء في بالي استاذ مهند وانت تتكلم عن الشخصيات الازرق الاحمر الاصفر الاخضر، وعلى طول الربط ذهني بما ذكر الاستاذ محمد، من ناحية تخيل الرئيس في الأحمر والموظف في الأزرق، وأستاذ محمد قال أنه خلال الجلسات العمل تخيل الناس تعمل في بيتها والرئيس جالس يتصل كل شوي على الأزرق، والأزرق أنت عارف هذه صحيح هذه تحدث حقيقة سبحان الله، وأنت تتكلم جالس على طول ربطت بما ذكر الأستاذ محمد، وهذه تحدث حقيقة صحيح. لذلك الحمد لله رب العالمين أنه هذه الأمسيات جالسة توعينا بشكل كبير. شكرا لكم. الله يعطيك العافية. تسلم أبو منصور. دكتور أحمد مين معنا؟ إيه هيك. تغريد الحيدري. تفضلي. سالة تغريد. ألو. ألو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. أشكركم جميعا على اللقاء الجميل والموضوع الجميل، ما قصرتوا، ربي يجعل في ميزان حسناتكم يا رب. طيب بدي أتكلم بس دقيقة كده عن نفسي، إنه لمست في أشياء كثيرة بنفسي باللقاء هذا، وجزاكم الله خير ما قصرتوا، إنه حسيت إني أنا يعني كنت جدا إنسانة قوية، تحمل جميع الصعوبات وأواجه جميع المواقف بقوة يعني، وفجأة صرت ما أتحمل أي شيء في الدنيا، يعني ممكن حتى أنا بكلمك دحين أحس كده بضربات قلب سريعة، ويجيني توتر، ويجيني أشياء كده يعني وأنا ماني متعود عليها في حياتي،
مريت في جدا في أزمات وصعوبات وجدا قوية ما شاء الله، والحمد لله وقد كل الأزمات اللي عدت علي بطريقة إيجابية في حياتي وبحكمة من الله، وإنه الحمد لله إنه ربي كثير علمني وشفتها إنه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لكن فجأة صرت أحس بضعف الصحي ده اللي بتعرض له دي الأيام. ألو؟ إيه نسمعك، السؤال مطروح. أيوة، التوتر اللي صرت بيحصل معايا بطريقة غير مباشرة، حتى لو شيء ما يخصني يعني أي موقف ممكن يسبب لي كده توتر وكده وألم وضيقة، ومعني أنا ما شاء الله مني كده وعدت علي أزمات وصعوبات وجدا كنت قوية يعني في حياتي الحمد لله. وإن شاء الله ترجع قوية أختي تغريد، وأنا يعني لو تشوف الشاشة والشاشة محطوطة قدامكم ما شاء الله عندك دكتور سامي محمد السبيدي أستاذ رعنا الطيبة، تشوفي أرقامهم لو تواصلتي مع أي واحد فيهم وبديتي أنك أنت تحكي كل الأشياء، لأنه الحالة اللي أنت فيها قد تكون لها أبعاد كثيرة، قد يكون لها مواقف كثيرة، قد يكون فتحتاج أسئلة كثيرة. أتمنى هذا الشيء يكون على الخاص مع دكتور سامي أو أستاذ محمد السبيدي أو أستاذ رانا الطيبة، تواصلي معهم مباشرة وكلهم ما راح يقصرون وياك. مهند إذا تسمح لي بس أقول لأختي كلمتين تريحها شوي إن شاء الله. تفضل. الأستاذ الآن وصلت في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة عدم الاستقرار، يعني أصبح السلوك اللي تتكلم عنه اللي هو التوتر أو غيره أصبح عادة الآن. أصبح عادة تشكل عبر الزمن نتيجة الضغوط، عادة تستطيع تتخلص منها بشكل بسيط جدا بحوار ذات فقط، يعني لو تحاورتي مع نفسك تستطيع تتخلص منه بإذن الله تعالى، هو عادة الآن. إنما مهم جدا الفترة هذه تتخلص منه يا أستاذة قبل ما تنتقل لا سمح الله إلى مراحل يعني بعدها. صحيح. وإذا ممكن كمان تسمح لي مهند أستاذ محمد الدكتور أضيف شيء على كلام المستشار محمد. أيضا لو تفتكري النموذج اللي إحنا قدمناه من شوية اللي هو نموذج العلاقات التكاملية كان بيقول إنه في منطقة استقلالية، في منطقة الاستقلالية الإنسان يكتفي بنفسه عن الآخرين، الإنسان يشعر إنه هو قادر يكون قوي، قادر يكون حديد، ما يحتاج إنه يلجأ لأحد، قادر إنه يتحمل كل شيء، ما يبغى يعترف بالضعف، ما يبغى يعترف به إنه هو طبيعي إنه إحنا نكون عندنا شوية تحديات ونكون عندنا قلق ويكون عندنا خوف، والمفروض إنه إحنا نلجأ لغيرنا عشان إحنا ندعم نلقى الدعم ونلقى الاتصال الإيجابي من الأطراف اللي إحنا نثق فيهم والعلاقات الأخرى. وننتقل للنموذج اللي هو النموذج التكاملي في الموديل، وهو النموذج الإيجابي هو اللي بيحقق لك إني أنا ما أوصل لمرحلة الاحتراق. أنت كما تفضل أستاذ محمد الزبيدي جيتي على نفسك كثير، ضغطتي على نفسك من منطلق إني أنا أستحمل، ومو دائما صح إني أنا أعيش بلابسة قبعة إني أنا أستحمل، معليش إني أنا أكون ضعيفة، معليش إني أنا أكون تعبانة، معليش إني أنا أحتاج غيري، معليش إني أنا يكون عندي أوقات أنا ماني قوية فيها. وهنا بيكون في الشفافية والصدق مع الذات، وهنا اللي أنا بقدر أبني علاقات تخدمني وعلاقات أخدمها وعلاقات تضيف لي وعلاقات أضيف لي. جميل، يعطيك العافية. حاضرين طبعا لأي شيء تاني تحتاجيه بعد كده بشكل مفصل. يعطيك العافية والله رعاك، مشكور محمد. مشكور. هيفا معنا دكتور أحمد الزهراني، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم بخير جميع. مسيك بالنور دكتور. طيبين إن شاء الله. الله يسعدك. يمكن أخذت دورة بيركمان يمكن 2017 أو 2018 والله إني ماني متذكر. أهلاً وسهلاً دكتور أحمد. الله يطول لي عمرك إن شاء الله. سلود تحية سعادة اللواء، حياك الله. يطول لي بعمرك أحبك. أنا بس عندي تعليق بسيط على الكيف أو المنحنى اللي تفضل وشرحه دكتور سامي. نعم. من جاب الخمسة اختيارات لو نرجع للكيرف هيفا تفضل، اللي مثلا ما كان مهتم لأخبار كورونا مثلا أو شيء حاطه مثلا غير فعال، واللي مثلا كان مهتم ويعرف كل التفاصيل حتى جلوبالي كان في مستوى الضغط، يعني في أعلى مستويات الضغط. أنا أتكلم عن نفسي أنا كشخص، أنا يهمني أني أعرف يومياً ما هو حاصل في العالم.
سواء من عدد الحالات او توفر مثلا الفاكسين او توفر علاج او طبعا بطبيعة الحال. وفي نفس الوقت ارى نفسي اني يعني في الكيرف اني متوازن، يعني ما عندي ذاك القلق او الانهيار او الى اخره، ولكن انا اعمل بمقولة اللي هو think globally واكت locally. اسمح لي دكتور أسألك سؤال بس في هذه الجزئية قبل ما تنتقل إلى السؤال الثاني. في هذه الجزئية كم تأخذ وقت تقريبا من يومك؟ كم تستغرق من يومك وقت؟ أنا ما أخذ وقت كثير. إذا أنت لا تخوض في التفاصيل، أنت تأخذ سيرفي مسح عام. أي مسح عام أنت في المرحلة الثالثة أو أنت في النوع الثالث، أنت في النوع المتوازن. في أشخاص اللي نتكلم عليهم اللي هم يغرق نفسهم في التفاصيل، اللي يقول يا الله وش اللي صار الهند مدري وشو كذا، جاينا الكويت عندهم الحظر صار من 4-6، ايش يهمني الكويت صار عندها حظر من 4-6 ولا من 8-12؟ لا هذه ما وهذه الاستجابة هذا الاستجابة بالضبط، يعني هذا اللي هنتكلم عليه. لكن اللي ياخذ الامر جلوبالي ويستغرق من وقته 5 دقائق 10 دقائق خلال اليوم فقط للثقافه العامه ولاهتماماتك الشخصيه دكتور لك انت اهتمام شخصي بهذا الموضوع، هذا يعتبر متوازن. الشخص اللي ما اثر عليه تبحره في المعلومات لدرجه القلق والوصول الى حاله الفزع انه اللي صار في ايطاليا بيصير عندنا، ترى اللي صار في ايطاليا له مؤشرات وله عوامل بيئيه وله عوامل اجتماعيه وله اشياء مختلفه عننا تماما، انهيار منظومه صحيه كامله يعني بسبب انه ما كان في سيفتي بريكوشنز من قبل ما يحصل. اضافه الى امور كثيره، ترى احنا مجتمعنا مجتمع شاب، مجتمع اطفال، 50% تحت سن ال 20، 70% تحت سن 25. تتكلم على إيطاليا على سبيل المثال أكثر من 67% فوق 60، يعني مجتمع مختلف تماما، لا في الصحة ولا في المناعة ولا في طبيعة أكلنا مختلفة، طبيعة الجو الأجواء الحارة والأجواء المتقلبة مختلفة تماما، أمور كثيرة. القصد لما نقول والله مغرق أو وصل حد الانهيار اللي أغرق في جمع المعلومات والتبحر في المعلومات لدرجة أنها أشغلت معظم يومه وأشغلت تفكيره، هذا اللي احنا نتكلم عليه. أما الشخص اللي أشكرك. نعم. وضحت تماما. نعم. الموضوع الآخر اللي تكرمت فيه الأستاذة رنا اللي هو في اللي هم واقعين في مثلا نرجع للسلايد حقت رنا المثلث أو السؤال اللي هي تفضلت فيه السؤال اللي تفضلت فيه أنا أعتقد لو ممكن الواحد يختار خيارين لاختار الأول والثاني لنكون يعني ماتشينج مع بيركمان. أنا أوكي الثاني اللي هو إيش اللي أنت تقولي مثلاً مراقبة المشاعر والوعي بسلوك الآخرين. أيوة بالضبط. مراقبة المشاعر هو واحد. مراقبة المشاعر هي واحد ومراقبة سلوك الآخرين هو رقم 2. أنا لو عندي خيار إني أختار نقطتين أخترت 1 و2. صحيح. لأنه في بيركمان مثلاً أنا في الأحمر مثلاً أنا في الأحمر ولكن يهمني إني أعرف متطلبات الأزرق وأتمشى معه. صحيح هو الوعي غير المراقبة. إحنا هنا استخدمنا كلمة مراقبة، أنا ممكن أراقب لكن ما أستفيد شيء، فهي تكون خارجة من منطقة فضول. أنا راقبت وعرفت أن فلان ينزعج من مثلا عدم وجود ستركتشر، عدم وجود بيئة منضبطة، لكني ما قدمت أي خدمة له. فهي المراقبة لا تكفي، هي المراقبة هي فقط مرحلة مسح أولي لجمع داتا. لو أنا ما وعيت بالاحتياج ولبيت، يعني أنا هنا ما قلت تلبية احتياج الآخرين. أوكي. لا أنا كنت أقول يعني لو في خيار إنه مثلاً أنا ممكن أختار 1 و2 مع بعض. ده اللي أنا أقصده يعني. يعطيك العافية. إنما عموماً استفدنا والله يوفقكم. الله يسلمك. وخلينا دائماً نسمع صوتك طالت الفترة. أكيد طال عمرك. أنا أعرف. الله يسلمك. تسلم. الله يسلمك. شكراً. الله يسلمك.
هيفا؟ هيفا نبغى المفاجأة يا هيفا. باقي سؤالين أظن، وإذا في أسئلة مهمة على الشات عشان بس نبتدي. يا هيفا اتفضلي. أيوه ألو مرحبا. أيوه السلام عليكم. أنا أخذت اختبار بيركمان وكنت من الشخصيات الوردات الأحمر، فبعض الحالات تحبست الشهرين دي كلها انفرادي، فكان تعذيب زي الحبس الانفرادي. ما كان يواجهها زمان. الصوت قاعد يقطع وياك. أيوة الصوت بيقطع والله. دحين أحسن؟ أيوة تفضل. تعيدي بس الكلام. مين معانا؟ أنا أنا رؤى الصحف. حياك الله. أيوة أنا أخذت الاختبار بيركمان، كنت من الشخصيات الأخضر اللي ردات الفعل الأحمر. أوكي. ما أدري إذا تسمعينا ممكن تكتبي السؤال لأنه ما سمعنا. إيه أظن النت عندها مشكلة في النت. هيفا if you can take over. اللي بعدها. هيفا. طيب أستاذة حنان القحطاني. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. كيف حالكم؟ الله يعطيك العافية أستاذ مهند وجميعا. الله يسعدك أستاذ أحمد. ما خليت أحد ما نشرت له. أول شيء يعطيكم العافية، أنا سبقني سويت المقياس بيركمان. عرفت عن نفسي كثير، لكن صارت عندي مشكلة بعد عملي الأخير، أني الآن قررت أنا ما أبغى أشتغل عند أي أحد. تقريبا أنا كنت بين الأخضر والأزرق. ماني قادر الآن أفكر، كل تفكيري أكثر شيء أني أنا أطور نفسي، بس أني أنا I want to start my own business. أخذت شهادة الكوتشينج أني أصير life coach، بس ما أبغى أشتغل عند أي أحد، مع أني أنا أحتاج ماديا والوظيفة بالنسبة لي يعني مرة مهمة. إنسانة مسؤولة وأحتاج الوظيفة، بس ماني قادرة. جاتني عروض كثيرة الفترة، يمكن أنا آخر مرة كنت أشتغل تقريبا هي نهاية 2019، من جانوري إلين الآن خلاص أنا قررت قرار أني أنا ما أبغى أشتغل هذا الشيء، لأني خلاص اكتشفت أني أنا إنسانة ملولة، ما أقدر أصبر في مكان واحد ولا أقدر أتحمل المواقف. قرأت عن نفسي الشخصية في بيركمان، كيف أسوي، كيف أعدل، كيف، بس ما عاد أقدر. يعني هذا الشيء أحسني ما يعني ما أقدر أعدله، بس أنا I have to go and follow my passion، أني أنا أشتغل على نفسي. فبدأت حاليا أني أنا بدأت أكتب، أرجع لكتاباتي، أني أبغى أكون life coach بس بطريقتي أنا حسب خبرتي. فهل في نصائح أني أنا أمشي فيها؟ بيكون لي قناتي الخاصة، أموري الخاصة، وإن شاء الله بدعم منك ومن الكثير، الله يعطيكم العافية. أنا ذكرتك أستاذ حنان أني سويت معك البيركمان في تقرير اسمه Advanced Summary، ممكن تتواصلي معي ونرجع نسوي مرة ثانية Coaching Sessions في الأهداف حقتك اللي أنت مستقبلية تسويها، والWork Style والأشياء هذه كلها نقدر نشوفها. يجيني إحباط مو طبيعي لما أنا أفكر أني أنا بشتغل، ما أقدر. طيب خلينا نحدد، ممكن تتواصلي وياي ونحدد جلسة استشارية ونطلع تقاريرك كلها اللي تساعدك في الوصول للأهداف اللي أنت تطمحين لها إن شاء الله بإذن الله. مهند اسمح لي بس أشارك عندي رأي بالنسبة أختي. خلي تركيزك، أنت قلتي قررت أنك ما تشتغلين عند أحد،
خلي قرارك في الاتجاه الآخر، قرري ماذا تريدي، لا تقرري ماذا ما لا تريدي. يعني أنا أنصح بثلاثة أمور. الأمر الأول، ركزي على رؤيتك وعلى أهدافك وعلى مسار حياتك، وخلي كل تفكيرك فيه مصب الآن. النقطة الثانية اللي هو dedication، يعني أنت تبدأ تركز جهودك العقلية والسلوكية في هذا الاتجاه. الأمر الثالث discipline، إنك أنت تبدأ تنتظمي في هذا المجال، خلي تفكيرك في هذا الاتجاه على أساس تقدر تنطلقي فيه. واضح؟ يعطيك العافية محمد، شكرا. حيفا؟ طيب ممكن بس قبل ما نكمل باقي المداخلات بدي أعلن عن الأربع أشخاص اللي فازوا معانا بجلسة مجانية بتقييم بيرتمان. طبعا السيستم عندنا اختار يعني بشكل عشوائي أربع أشخاص. الأول سامي السقا. بس نتمنى أنهم يتواصلوا معانا، أستاذ خليل خوري، مشتعل الخلاوي، داليا وباسل السلمي. أعتقد هم موجودين بس يتواصلوا معانا وإن شاء الله نرتب لهم مواعيد جلساتهم. أستاذ خليل خوري، مشاعل الخلاوي، وداليا وباسل باسل السلمي. ما شاء الله ما شاء الله، موفقين موفقين. الله يوفقهم لهم العافية، والآخرين إن شاء الله يكون لهم لنا لقاء معنا إن شاء الله في الجلسات القادمة. بقية الأسئلة، في أي أسئلة أخرى؟ هيفا إذا في أحد عنده أي سؤال بس ممكن يرفع الهاند نفتح له مجال المشاركة. إذا تسمح لي قبل ما تجي أسئلة، إحنا طرحنا سؤال في بداية اللقاء، الضغط صديق أم عدو، أنت من يختار؟ صحيح. الحقيقة هنا أنت من يختار الخيار. أنواع الخيارات في الحياة نوعين، في خيارات لحظية وفي خيارات مسبقة. عشان تختار أنه الضغط يكون صديق يجب أن تشكل عادات، مثل ما قالت الأستاذ الله يعطيها العافية، ما بين المؤثر وردة الفعل. تختار عادات، لما يجي الضغط العادة هي اللي ترد. واضح؟ ما نقدر. كثير من الناس وقت المشكلة، يعني صار لي موقف وأنا أصلاً عصب، قليل من الناس اللي عنده قدرة اللي يوقف نفسه ويقول لا أنا ما أبغى عصب، أنا أبغى أتعامل مع الموقف. قليل موجودين بس قليل. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لما تيجي الصدمة يجب أن تكون عندك عادة لاستقبال هذه الصدمة. صحيح. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما ازداد الناس عليه جهلا ازداد حلما. عملية الحلم هذه هي الرد للضغوطات، كيف الإنسان يكون حليم مع الحياة. إحنا مخلوقات عادات، عندنا عادات فكرية، عادات سلوكية، وعادات مشاعرية. حتى المشاعر عادة، أي مشاعر تمارسها تصبح عادة. يعني لدرجة أنه أتذكر دكتور في عام 1994 قال لي كلمة ما فهمت إلا بعدين، قال لي يا ابني السعادة عادة. تخيلوا، ما فهمت وأصلا رفضت ذيك الأيام، بس لما الله فتح علينا وفهمنا حتى السعادة عادة. فالسعادة هي التعامل مع الضغوط والتعامل مع الحياة في كل الأحوال. الله يعطيك العافية محمد. حيفا you want to wrap up، في أي سؤال مهم في الشات، في أي أحد رافع يده just to wrap up. لو تسمح لي بس مهند، تفضلي. في من الكومنتس أحد بيقول في أي نصايح للشخص المحبوس لوحده للتغلب على مشاعره. هذه الأخت رؤى اللي كانت معنا وانقطع الصوت عنها. أوكي طيب. رؤى، لازم كلنا نعرف إنه في مصطلح اسمه ال gravity problem. ال gravity problems يعني المشكلات اللي أنا ما أملك حلولها، اللي ما هي تحت دائرة التحكم أو السيطرة أو التأثير حقتي. فأنا لازم أبدأ أعرف أنا فين أقع، إيش الدائرة اللي أنا أملكها، إيش الدائرة اللي أنا أقدر أغير فيها، وإيش الدوائر اللي أنا ما أجد فيها حلول. يعني لما إحنا بنتكلم على موضوع الحجر، على موضوع الزحمة اللي في الشوارع، على موضوع إنه الناس غير مستجيبة، هذه كلها قضايا إحنا ما نملك فيها التغيير. فأنا لازم أرجع خطوات وراء وأرحم نفسي، أرحم مشاعري، وأتقبل إني أنا أكون منزعجة، أتقبل إني أنا أكون في منطقة الطاقة فيها منخفضة حقتي، وأسمح لنفسي إني أنا أعيشها بأفضل ما يمكن في اللحظة. اللي يخلينا دائماً في حالة توتر مستمر إني أنا بفكر بكرة إيش حيصير. إحنا في الظروف اللي إحنا فيها الآن، ظروف الحجر، إحنا نملك اليوم فقط، نملك إنه إحنا نحسن ونقدر نخلق فرص جيدة ليومنا.
وبكرة حيكون يوم جديد بفرص جديدة. فعيشي لحظتك، عيشي يومك، اخلقي من يومك اللي انت فيه لحظات إيجابية قد ما تقدري، من قراءة، من نط، من رياضة، من اتصالات بناس مقربين لنفسك. اخلقي جوك في لحظتك، ولا تفكري دائما في الحياة كلها والمشاكل كلها وقديش حنفضل قاعدين، وافتكري دائما انه احنا كلنا كل بيت في الكون عنده قصة. في ظروف الكورونا كل بيت في الكون عنده قصة باختلافها. افتكري انه احنا كلنا معاكي وكلنا مع بعض في هذا الموضوع تحديدا. صحيح، شكرا، يعطيك العافية. هيفا، أعتقد جاوبنا على كل الأسئلة. إذا في أحد باقي عنده سؤال. طيب، في أستاذة شريفة حكمي. إيه، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا على الأمسية الجميلة حقيقة، يعني بكل ما فيها، رغم حضرت وقت متأخر، كان عندنا دورة في مكان آخر، لكن استفدت كثير. سؤالي بالنسبة للأنماط الأربعة، هل ممكن إنه الشخص إذا أخذ في كل مستوى أو في كل مربع اللي هو الأخضر الأزرق الأصفر وخلافه، أخذ جزء أقرب إلى الداخل وليس إلى الخارج؟ هل ممكن أنه يكون لديه جزء مثلاً من جميع الأنماط الأربعة؟ تستطيع، يعني في ناس سلوكها الاعتيادي قد يكون في المنتصف، هذول الناس يعني متوازن. هو قد يطلق توازن لأنه عنده، بيكون عنده خليني أقول أريحية أنه يعرف كل الألوان الأخرى، ولكن التحدي اللي ممكن يواجهه أنه الناس ممكن ما تفهمه أنه يكون قامت. ولكن مهما كنت أنت حتى لو في الأبعاد حقت الأخضر أو الأحمر أو الأزرق أو الأصفر، سلوكك الاعتيادي تستطيع أنك أنت تشكله بحيث أنك أنت تقترب من اللون اللي هو فيه الشخص اللي أنت قاعد تتعامل معاه وفقا لإحتياجه. بمعنى لو رجعتي لي على الأربع ألوان هيفا، بس على الخريطة اليوم في الأربع ألوان، يعني اليوم لو كان واحد في أعلى الأحمر وعنده شريك من شركاء حياته في الأزرق احتياجه، فيحتاج أنه هذا الشخص اللي في الأحمر أنه لما يتواصل مع الأزرق أنه يبتدي يشكل في سلوكه وفقا لإحتياج الشخص الأزرق. هل يقدر يسوي هذا الشيء 24 ساعة؟ الـ 24 ساعة صعب، لأنه لازم يرجع لمنطقة الراحة حقته، ولكن بيصير عنده وعي باحتياج الشخص. فأنت تستطيع أنك أنت توصل إلى كل المربعات من سلوكك الاعتيادي وفقا لإحتياجات الآخرين، وهذا اللي هو إحنا نسميه البالانس، التوازن، في أنك أنت توصل لمرحلة بأنك أنت تعي تصرفاتك واحتياجات الآخرين، ولما تتواصل مع الآخرين سواء كانوا على المستوى الشخصي أو المستوى العملي تبدأ في تلبية احتياجات الآخرين، زي ما عرضنا الشخصيات أحمد ونورة وأمل وخالد. كل ما لبيت هذه الاحتياجات راح أنت تكون في منطقة اللي هي التوازن. لكن الشخص اللي بيكون مثلا سلوكه الاعتيادي في المنطقة اللي في الداخل، قد يكون عنده أدفانتج مرة كبير، إيجابية مرة كبيرة في معرفة كل أنماط الألوان، ولكن قد يكون التحدي اللي عنده ردات فعله من رأي الناس حوالينه، إنه الناس دائما تشوفه بإنسان غامض، لأنه في بعض الأحيان الناس ترى أحمر أو ترى أخضر أو ترى أزرق أو ترى أصفر. ولكن لسؤالك، يس، ممكن كل ما زاد الوعي تستطيع أنك أنت تتنقل بالمربعات وفقا لإحتياجات الآخرين. تذكري أن كل إنسان مختلف. بالنسبة للأمور اللي لا نستطيع أنه إحنا نفعل إذا أي شيء، يعني أمور معينة مثلا تحدث للشخص ولكن لا يستطيع أنه يعمل لها شيء، لأنها ممكن تكون أقوى من الشخص، أو نقدر نقول أنها شيء يعني قدره الله سبحانه وتعالى مثلا عليه، فهل عملية التقبل أن الإنسان فعلا يتقبل هذا الأمر اللي هو موجود فيه أو الحالة الراهنة اللي هو يعيش فيها حاليا، هل هي فعلا ممكن تخفف من الضغوط أو تكون حل الضغوط، أن الشيء اللي أنا ما عندي قدرة على أننا
أستطيع إصلاحه أو عمله أتقبله. صحيح أحسنتي. ويعني لقد كرمنا بني آدم اليوم في أشياء تحصل في حياتنا لا يكون لنا يد فيها، وكنقول قدر، تقبل لهذا الشيء شيء وارد، تختلف من شخص إلى آخر. متى ما تقبلت أنت هذا الشيء، مدام أنك أنت لن تستطيع، صار عندك وعي بأنك أنت لن تستطيع عمل أي شيء، فتتقبل هذا الشيء بكل أريحية. يعني ربنا سبحانه وتعالى دائما يريد للبني آدم الخير يعني. وإحنا نقول ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي فيه فليظن بي ما شاء. أنت شو اللي تظن؟ واليوم استوى شيء، أتروما، حدث جلل في حياتي، وتبرعتس. قد تكون الصدمة ونرجع هذا الموضوع للاستجابة ولكلام محمد وكلام رنا وكلام دكتور سامي، بدأ استجاباتنا في بعض الأحيان لأنه إحنا بشر في أشياء ما نستطيع، ولكن قد نهيئ نفسنا في أنه إحنا نتقبلها. التقبل هذا حيخفف الضغط، لأنه في النهاية ما يريد لك الله إلا الخير، يعني بدأ تقبلك لهذه الأشياء. ذكر الدكتور أنه في الضغوط الحادة والضغوط المتدنية. الضغوط المتدنية أنه تأثيرها هو الأكثر، كونها شيء مستمر ممكن يستمر مع الإنسان وبالتالي يبدأ التأثير عليه. صحيح، هذا أستاذ محمد تحدث عنه. فهل المتدني ممكن أنه إذا الشخص تقبل ممكن أنه يزول أو يبقى كما هو؟ مهند تسمح لي أجاوب أنا؟ تفضل. مهند، أخواني أخواتي، سبحان الله الحياة هذه عجيبة جدا. من الأشياء اللي تعلمتها في حياتي عجيبة أنه تقريبا لكل شيء أم، فأم الأخلاق في الشرع عندنا في ديننا أم الأخلاق، الأم هي التي تلت وتربي، هي التي تلت وتربي. أم الأخلاق كلها في الحياة تتوقعون إيش؟ هو جواب لسؤال الأستاذ اللي قاعد تسأل الآن، ما هي أم الأخلاق؟ يعني الأخلاق الإسلامية الحلم والأناء والعطاء وبر الوالدين وتحمل الأذى. أم الأخلاق، الشخص الذي يملك هذه الأم يملك كل الأخلاق في العالم كله. هذه الأم عجيبة جدا، وهي الصبر. الصبر هو أم الأخلاق. والله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر معيته مع نوعين من الناس، إن الله مع المتقين وإن الله مع الصابرين. حتى المتقين يحتاجون إلى الصبر، فالصبر هي أم الأخلاق. ما هو الصبر؟ إذا فهمنا مفهوم الصبر الحياة تنحل بالنسبة للضغوط. مفهوم الصبر يعني أنا أرى بهالطريقة. طبعا هو في الشرع لو رحت للتعريف الصبر هو يعني منع النفس من الجزع، يعني منع النفس من ردود أفعال الضغوط هذه. إنما ببساطة الضغط، عفوا، الصبر هو في أقل مستوياته التقبل. التقبل أعلى مستوياته الرضا التام. وهنا يصير منظومة تحويل المنحة إلى المحنة إلى منحة. يعني الإنسان لو عود نفسه على أنه يتقبل أي قضاء وقدر هنا الضغوط نقول له مع السلامة. واضح؟ إذن هذه من الإسلام، يعني نوع الإسلام من الإنسان القضاء بالقدر خيره وشره. نعم، هذا في الشرع. إنما في نظام بيركمان نقول التقبل، الحل هو التقبل اللي هو إدارة التوقعات. يعني واحدة من الأشياء المهمة جدا، يعني أنا حضرت محاضرة قبل فترة في موضوع السعادة، الآن منتشر موضوع السعادة في السوق. أحد اللي يتكلم ويقول السعادة هي إدارة توقعاتك، يعني احتياجاتك وتوقعاتك مع الآخرين. يتكلم عنها بيركمان فصل فيها الآن. إذا أنا أدرت توقعاتي من الآخرين صح، انتهى الضغط النفسي الآن. صحيح. مهم جدا أنك تعرف احتياجاتك، تعرف احتياجاتك اللي تتوقعها من الآخرين. وهنا القوة في مفهوم الصبر أن تدير هذه التوقعات. يعني هي ممارسة، مهارة، يحتاج أنه practice makes perfect. كل ما تدربنا عليها أكثر، يعني القضية الآن قضية تعود، يعني ممارسة، أني أنا أعرف المنهج واتبع الطريقة أصل من أول مرة. هذا مفهوم الجودة. فالصبر هنا أنا أحتاج أني أعرف إيش هو وأتدرب عليه. يعني من الذكاء اليوم أنا أرى أنه أنا أروح لشخص أثق في رأيه، أقول له دربني على الصبر، خذني كذا في رحلة شهر دربني على الصبر، يعطيه مفهومه، يعطيه آليته ويبدأ يمارسه. إذا وصل عندك الصبر، إذا امتلكت الصبر فأنت الآن غني، من أغنى الناس. أحسنت محمد، يعطيك العافية. حيفا، I think the time is running. في شيء أخير؟ طيب، عندنا بس سؤال. ما هو الحل لتفادي بعض المشاكل بينك وبين المسؤول الذي يلقي عليك التهم والضغط والاستفزاز والاتهام الباطل بدون إثبات وحجج؟
عيدهم. إيه. ما هو الحل لتفادي بعض المشاكل بينك وبين مسؤول يلقي عليك التهم والضغط والاستفزاز بدون إثبات وحجج؟ ما أدري أستاذ محمد جاوب ولا أجاوب أنا؟ والله تفضلي كلنا واحد. طيب الله يسلمك. في قانون كوني اسمه قانون التركيز، كل شيء إحنا نركز عليه يزداد ويكبر. فأنا إذا ركزت في علاقتي مع الآخر على أنه هو بيستفزني، وعلى أنه هو جزء من مشاكلي في الحياة، وعلى أنه هو حاططني في باله فدائماً بينتقدني أو دائماً بيحملني أغلاط، فهالأمور هذه حتفضل تزيد وتزيد وتزيد، وما راح توقف العلاقة هذه عند هذا الحد. فهو أنت قاعدة تشبعي عنده احتياج هو معين، هو بيستمتع أنه بيستفزك. أي شخص بيلاقي ردة فعل الطرف الثاني فيها إشباع للتريجر والمثير اللي عنده حيكرر نفس السلوك. السلوك هذا قانون في السلوك طبيعي، إنه كل فعل لازم يلقى له ردة فعل. فأي أحد بيحاول إنه هو يؤثر على الآخر ووجد الاستجابة المطلوبة حيكرر نفس الفعل. نرجع تاني للذكر. في صوت داخل معانا؟ إيه في صوت داخل. لسه ما زال. ايه في صوت موجود. اوكي نرجع نتذكر ثاني النموذج اللي هو نموذج الاستجابه والمثير وما بينهما. فانا كل مثير موجود عندي في الحياه، الاستفزاز مثير، العلاقات الغير مشبعه مثير، الاحداث الكونيه مثير. الاستجابه حقت تتوقف على كيف ترجمتي انا للمثير. اذا انا شايفه انه هو بيستفزني فانا حستفز. إذا أنا شايفة إنه هو قاعد يسيء لنفسه فأنا ردة فعلي حتكون بطريقة مختلفة. فكيف الترجمة حقة المثير هي اللي تخليني أنا أقرر الاستجابة، فأنا المسؤول عن النتيجة. عمره ما كان الأشخاص اللي حوالينا هم مسؤولين عن مشاعرنا أو مسؤولين عن النتيجة اللي إحنا بنوصلها. إحنا اللي مسؤولين، لأنه إحنا اللي بنقرر كيف نتفاعل مع كل مثير خارجي مهما كان. أستاذة لو تعقيبا على كلامك، في 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 كمان يا أخي سؤالك له جانبين، جانب عقلي ونفسي، والأستاذة وفت فيه الله يعطيها العافية. في جانب آخر، جانب إداري. الجانب الإداري لما مديرك يطلب منك أي شيء في نظام قياس الأداء، نظام قياس الأداء، مديرك لما يجي يقول لك أو زي ما أنت قلت يتبلع عليك أو يتهمك بأشياء ما سويتها. أنا أتكلم عن العمل الآن. مهم جدا لما مديرك يوكلك بأي حاجة انت تعمل لها يعني دوكيومنتيشن او اوثنتيكيشن، بمعنى طلب منك حاجه لو ما ارسل لك ايميل فيها تروح على ايميلك ترسل له في الايميل تقول له بناء على طلبك انت فعلت كذا. سوي توثيق للعمل حقك بشكل مستمر عشان تقدر تثبت الحقيقه. هذا واحد. اثنين، انا ابغى افسر كلام اختي يعني بشيء تقني شويه، كلامها يعني صحيح جدا بس نفذ الكلام بالطريقه اللي قالته حترتاح. انما في التعامل مع الناس في عندنا دائما جانبين، أنا أتكلم عن جانب النفس الآن، جانب ماذا وجانب لماذا. جانب ماذا السلوك اللي صدر من مديرك اللي هو خلينا نفرض أنه سلوك سلبي، وجانب لماذا هو تفسيرك مثل ما قالت الأستاذ لماذا فعل هذا المدير ما فعل. جانب ماذا ما في خلاف، ما نقدر ننكره لأنه واقع حقيقة دخل من حواس الخمسة. إنما جانب لماذا تفسيرك أنت لماذا فعل هو ما فعل، هو سبب ضغطك أو سبب راحتك. أنا بس أباك تنتبه انه في كثير من الاباء وكثير من المدراء في العمل اسلوبهم في التحفيز للاسف بالطريقه هذه، يعني دائما يحط فيك اشياء سلبيه عشان يبغى منك رده فعل انه تقول له لا انا ماني كذا انا بغير. هذا شفته عند كثير من الناس. من ناحيه اخرى لو انت فرضت انه لماذا فعل ما فعل انه هو يهينك او يبغى ينقص من قيمتك او الاخر حيطلع لك ضغط نفسي. لو انت فرضت انه لماذا فعل ما فعل انه هو يبغاك تتحسن حتلاقي وضعك كويس. في كلتا الحالتين لماذا هو فعل ما فعل أنت لا تعلم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسامة قال له أو شققت عن قلبي، إحنا ما نعرف. فافرغ لماذا دائما إيجابية وتعامل مع الحدث بواقعية حتى تجد له حلا. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية محمد. هيفا آخر مداخلة أستاذ أحمد. ممكن تفتح المايك من عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. الله يكرمكم يا رب، جزاكم خير، مشكورين على هذا اللقاء. أنا كنت حابب بس أستفسر، الله يكرمكم، اللقاء هذا ممكن نحصله على اليوتيوب؟ وكيف ممكن نتواصل يعني لنعرف أخبار اللقاءات القادمة؟ وبالنسبة للكوتشنج، وكيف يعني كيف الواحد يختار الكوتش حقه المناسب، وإيش الخيارات الموجودة؟ هل يعني في تخصصات، في أكثر من تخصص؟ وإذا واحد يبغى يصير كوتش، من فين يعني يقدر يأخذ اعتماد؟ الله يكرمكم. حاضر لك. أول شيء شكراً أستاذ أحمد. هيفا لو ترجع للسلايدز، الرقم اللي موجود أستاذ أحمد في حق ماسترز ليجاسي، ممكن تتواصل مع التيم هيفيدوك بكل المعلومات عن الدورات أو الكوتشنج أو اللقاءات، هيفيدوك عن كل الأشياء اللي أنت ممكن تطلبها، هيفيدوك على حتى تخصصات الأخوان والأخوات الكوتشز اللي موجودين كلهم بتليفوناتهم، تستطيع أنك تأخذ كل المعلومات. وبناء على سؤالك هذا خليني أقول لكل الحاضرين، إن شاء الله حيكون لقاءنا القادم يوم الخميس في موضوع مهم جداً، اللي هو الإرشاد المهني لأبنائنا اللي قاعدين يعانون في اختيار التخصص الجامعي. إن شاء الله يوم الخميس حيكون لقاءنا الأخير قبل العيد، وبعدها إن شاء الله نتواصل. نشوفكم على خير إن شاء الله. حابب أستاذ محمد أي كلمة تختم؟ أستاذ رنا، دكتور سامي، حنختم اللقاء. إذا ما هيفا عندها أي شيء ثاني يبغى تقوله، because she's controlling the whole things. هيفا، يعطيكم العافية. مشكورة هيفا على جهودك الرائعة، ودائما إحنا نقول أنت الجد المجهول. يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية دكتور سامي، يعطيك العافية. جزاكم الله خير، وكل عام وانتم بخير، إن شاء الله نلتقي على خير. مننا أستاذ رنا، يعطيك العافية. ما بختم فيها لأخواني وأخواتي، أنا مهند عندي شعار في الحياة أحب أشارك الناس فيه من زمان. أنا أعتقد أنه الناس المتميزين في الحياة مثل ما تعرفون لم ولا ولن يفعلوا أشياء مختلفة عبر التاريخ، هم يفعلوا نفس الأشياء اللي إحنا نفعلها بطريقة مختلفة. إيش الطريقة المختلفة هذه؟ ببساطة جدا، تشكيل التوجه الإيجابي أو تشكيل الشخصية الإيجابية. الإيجابية لا تعني إطلاقا أن ننكر الواقع، الإيجابية تعني أن نلتمس العذر فيما وراء الواقع. لن يغير الواقع، لكن سيغير أنفسنا في التعامل مع الواقع. هؤلاء المتميزون يعملون على أن يشكلوا العادات التي يريدونها. يعني تقعد مع نفسك كده جلسة وتقول أنا هذه العادات اللي أبغاها أشكلها في حياتي. أنا أنصح بعادتين راح تحل كثير من المشاكل، وجربوها. العادة الأولى عادة الصبر، العادة الثانية وهي أم العادات حقت ستيفن كوفي وهي المبادرة. المبادرة هي أن خلاصتها المبادرة هي أن تعلم أن الحياة من اختياراتك، وأن تكون جاهز لها دائما. المبادرة هي عمل ما هو مطلوب منك قبل أن يطلب منك، تجاه الله، تجاه نفسك، تجاه الآخرين. اجلس جلسة مع نفسك، اكتب العادات، مارسها إلى أن تصبح عادة، أنت جاهز للانطلاق. أسأل الله في هذه الليلة الكريمة المباركة أن يعفو عنا جميعا من جهنم، وأن يوفقنا كلنا لما يحبه ويرضاه في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى. الله يجزاك. دكتور حابب تقول اي شيء؟ رنا تفضلي. رنا يعطيكم العافيه جميعا. انا بس حابه اشكركم واشكر تفاعلكم الرائع، ملاحظاتكم في الشات، تعليقاتكم كلها يعني اثرتنا بشكل كبير، اسعدتنا في ليله مباركه باذن الله تكون لنا فيها كامل الاجر ان شاء الله، اجر المعرفه واجر العلم واجر النفع العام للجميع. شكرا للتنظيم هيفا، طبعا يعني ما اظن يكفي انه احنا نقول لك شكرا على كل اللي انت بتسويه وتسويه باحسان. يعني هيفا مو بس تعمل العمل، تعمله ايضا باتقان، باحسان، بحب، بطوله بال. مهند يعطيك العافيه زي دائما كعادتك، يعني مميز، ودائما لقاءاتنا معك بتكون ان شاء الله فيها الخير والنفع للجميع. شكرا لكم مره ثانيه. يعطيكم ألف عافية، كل عام أنتم طيبين، الله يتقبل مننا ومنكم، ولا تنسونا بالدعاء. وأول مرة لقاء يستمر ساعتين ونص، وكلنا ممتنين ومستمتعين ومتشوقين دائما أنه نقدم الأشياء اللي تفيدكم. يعطيكم العافية، كل عام أنتم طيبين، الله يتقبل مننا ومنكم. مرة ثانية دكتور سامي شكرا من القلب، محمد شكرا من القلب، رنا شكرا من القلب، يعطيكم العافية، الله يجزاكم خير، ينفع بكم إن شاء الله. في أمان الكريم، تحياتي للجميع، تحياتي. السلام عليكم. أريوس، مع السلامة.